يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. صباح الخير عليك يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا أجازة العيد بتكون موسم مهم جدا بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة العربية. فنادق بقى والمنتجعات اللي بتكون موجودة في المدن السياحية والأثرية بيكون فيها نسبة إشغال مرتفعة. امبارح غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر قالت إنه نسبة الإشغال في فنادق الغردقة ومرسى علم بتتراوح من 85% ل95%، ودي نسبة كبيرة جدا يا جماعة. هي يا شاذلي مش بس كده، كمان يمكن شرم الشيخ الحقيقة والأقصر وأسوان فيهم نسب إشغال عالية جدا بتوصل كمان ل85%، ودي نسبة إشغال طبعا كبيرة جدا. ده غير طبعا كمان اسكندرية، معظم فنادق اسكندرية كاملة العدد في موسم أجازة العيد، ودايما بيكون فرصة كويسة جدا إنه الناس تقدر تسافر وتقضي وقت لطيف وتفصل شوية من الشغل والمسؤوليات اللي وراها. أعتقد بيبقى وقت لطيف جدا الناس بالفعل تقدر تسافر وتكتشف كمان أماكن جديدة في بلدها. كمان من الحاجات اللي كانت لذيذة في العيد ده إنه الأجازة كانت كبيرة، كان 6 أيام، أسبوع كمان بالنسبة للعيد، دخل فيها طبعا جمعة وسبت. ده شجع ناس كتيرة على السفر، سواء بقى الناس اللي راحت العين السخنة، الناس راحت الغردقة، شرم الشيخ، كمان المدن الساحلية على البحر الأبيض من أول اسكندرية بقى والحياد مطروح. إن شاء الله الكل يكون استمتع بأجازته، عشان خلاص بكرة الاثنين وده العودة، مع وقت العودة للعمل بشكل رسمي في كل المصالح والهيئات الرسمية، وانتهاء الإجازة الرسمية اللي هي عيد الفطر المبارك. بس الناس راحت الأقصر وأسوان وسكن. انت رحت فين؟ رحت فيه يا شاذلي؟ ما رحتش في مكان، أنا أجازة العيد كنت في البيت. أنا من الناس خلاص اللي بقيت أحب أرتاح، وبالنسبة طبعا للأولاد وكده دايما انا في الاعياد نتيجه نسبه الاقبال بقى المرتفعه دي انا ما بحبش شويه ان انا اخرج في الزحمه، يعني بحب الدنيا تكون هاديه شويه، فبستنى لما العيد يخلص ونبتدي بقى نشوف اي يومين يكون في اجازه مثلا مع جمعه وسبت فنخرج الثلاث ايام. اهم حاجه يكون في اجازه. يعني المهم انت خرجتي. انا خرجت هنا وخرجت يعني وجيت تاني هنا. الخروجات يا جماعه. طبعا بنعيد مع مشاهدين صباح الخير يا مصر، اكيد ده احلى عيد يعني. على اي حال طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يا رب ينعاد علينا بكل الخير والسعاده والامن والامان. بتصبح على حضراتكم مره تانية صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. خلونا في بدايه اليوم نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا جمانه. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبه بخير دايما. الجو عامل ايه النهارده؟ طيب. لا الجو الحمد لله في تحسن، يعني احنا خلاص يمكن بدانا الاجواء الصيفيه شويه، بس طبعا بتبقى الجو بالليل بيكون برد، فيعني في تفاوت في درجات الحراره ما بين النهار والمساء، فنخلي بالنا بقى اكيد يعني. قولي لنا بقى التفاصيل. اكيد بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي هبدا معاكم جوله في احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا في الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت كمان سيوله مريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه. عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركه المركبات وصولا الى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات الى منطقه وسط البلد شهد كثافات مروريه متحركه، ونفس الامر الاتجاه المعاكس. نروح معاكم للجيزه، وفي سيوله مروريه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه الى ميدان لبنان. لكن بالنسبه لشارع السودان امام محطه مترو الجامعه فظهرت كثافات مرتفعه للقادم من كوبري فيصل الى مناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزه فيها سيوله مروريه ما عدا بعض الشوارع المغلقه بسبب بعض اعمال التطوير. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، هنجد أن هناك طريق عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرية حتى مبنى المحافظة والجامعة، لكن الطرق المتجهة إلى الإسماعيلية فيها سيولة مرية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة. لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لسوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في كثافات مرية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية
عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة للإطمئنان على الحالة المرية، خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في كمان رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في كاترين 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا هنبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها وزارة الداخلية وصلت امبارح رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، مع تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية. كمان امبارح وزارة التضامن استعرضت تقرير عن مبادرات وخدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة خلال الربع الأول من عام 2024. قالت الوزارة أن المشروع مستمر في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية في جميع المحافظات، ووصل عدد المستفيدين من خدمات المشروع 100,000 مستفيد ده خلال الربع الأول من عام 2024. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها مواصلة كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. أيضاً واصلت الداخلية تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تعد مقصد رئيسي للمواطنين خلال أيام العيد، فضلاً عن الانتشار الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأيضاً نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة التزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة. كذلك شاركت الوزارة المواطنين الاحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة في العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التي تفاعل معها المواطنين. امبارح استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي تقرير عن مبادرات وخدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة خلال الربع الأول من عام 2024، وقام مشروع مودة بالاستمرار والتوسع في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية واللقاءات التدريبية من خلال مبادراته المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ووصل عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى ما يقرب من 100,000 مستفيد خلال الربع الأول من يناير لمارس من عام 2024. امبارح وصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات بتشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الوادي الجديد تم انطلاق موسم حصاد القمح على مستوى المراكز والمناطق الزراعية والاستثمارية بشرق العوينات. في أسوان استقبلت الحديقة النباتية 4225 زائر مصري وأجنبي، وده في خلال عيد الفطر. كمان في المنيا تم الإعلان عن تحصين 160,000 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين. أما في كفر الشيخ فتم رصف شارع قويتة بتسوق بطول 2.5 كيلو وبتكلفة 1,000,000 جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات تانية نعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتير. في الوادي الجديد تم انطلاق موسم حصاد القمح على مستوى المراكز والمناطق الزراعية الاستثمارية بشرق العوينات، وبلغت المساحات المنزرعة هذا العام بالقمح في المحافظة 450,000 فدان، بزيادة 15,000 فدان عن العام الماضي. وبتتصدر منطقة شرق العوينات أكبر مساحة منزرعة من القمح بلغت 195,000 فدان.
فأسوان شهدت الحديقة النباتية استقبال 4225 زائر من المصريين والسائحين الأجانب خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وسجلت الحديقة زيارة 3350 من المصريين ونحو 875 زائر من السائحين الأجانب خلال أجازة عيد الفطر المبارك. وخاصة أن حديقة النباتات بتعد من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان سواء للمصريين أو السائحين الأجانب. في المنيا أكدت مديرية الطب البيطري تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي، وتم تحصين 160 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 2789 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية وأربع لجان مركزية، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين. في البحر الأحمر أكدت مديرية الصحة أن المستشفيات التابعة للمديرية لم تسجل أي بلاغات أو إخطارات لحالات غرق خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ولم يتم استقبال أي حالات تسمم لأطعمة أو حالات طارئة خلال الاحتفالات بالعيد. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من أعمال إصلاح تسريب مياه الشرب بالخط المؤدي لرافع الفشاشة وخط قرية القصبي غرب وخط عزبة الرست بمدينة صان الحجر وإعادة توصيل مياه الشرب مرة أخرى للمنازل، وده بعد حدوث تسريب بعدد من خطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وضعف وصول مياه الشرب للمنازل. في كفر الشيخ بتشهد مدينة دسوق أعمال الرصف التمهيدية بشارع قويطاء المتفرع من شارع الشركات بمركز دسوق بمسطح 2500 متر وبتكلفة مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024. مشاهدينا لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. حضرتك طيب، حابين نطمن من حضرتك عن احوال الطقس النهارده، خصوصا ان احنا في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، وكمان بس الجو بالليل بيكون برد. بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاع في قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، بالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، ده بيخلينا نحس اكثر بارتفاع قيم درجات الحراره. يمكن كمان النهاردة والأيام اللي جاية هنبدأ ارتفاعات كمان تدريجية في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية صحراوية، فهتؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة، وكمان هيكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 29 درجة مئوية. ذروة الارتفاعات خلال هذا الاسبوع هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، احنا هنبدا ارتفاع تدريجي الايام اللي جاية تكون 30 31، ويوم الاربعاء توصل ل 33 الى 34 درجة مئوية فترة النهار، لكن نسب الرطوبة منخفضة لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، ده بيؤدي لانخفاض نسب الرطوبه، فده مش هيخلينا نحس بحراره الجو طبعا زي فصل الصيف بالظبط. فبالتالي اجواء فتره النهار هي اجواء حاره في معظم محافظات الجمهوريه زي الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء، كمان اجواء ما بين الدافيه للمائله للحراره في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده كمان بيكون في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع شده اشعاع الشمس. طبعا فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، ما زالت في بعض البرودة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر اللي هو وقت الفجر كده، بنلاقي الجو في انخفاض في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وفرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز العشر درجات في القاهرة الكبرى، في بعض المحافظات احيانا بيتجاوز ال 15 درجه مئويه. كمان اللي بيخلينا نحس اكثر بالبروده فترات الليل ان في نشاط في الرياح،
اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، بنحس بيه اكثر فتره المساء وساعات الليل، بيخلينا نحس بتلطيف الاجواء مع فتره المغرب، بيخلينا نحس بالبروده في فترات الليل بشكل كبير، فدايما وجود نشاط للرياح يحسسنا بانخفاض قيم درجات الحراره طبعاً. وطبعا الظاهره طب هو الجويه هو فعلا هيكون درجه الحراره يوم الاربعاء هتوصل ل 37 درجه؟ لا، هي توصل في القاهرة الكبرى ما بين 33 ل 34 درجة مئوية، المناطق الجنوبية توصل ل 35 و 36 درجة مئوية اللي هو في جنوب إسرائيل، لكن القاهرة الكبرى تحديدا ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية فترة النهار، لأن اليوم ده تحديدا هنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية. كمان هيكون في نشاط لرياح مثير للرمال والأتربة في يوم الأربع، لأن سرعات رياح هتزيد على الصحراء، فبالتالي هتؤدي لإثارة الرمال والأتربة. الأيام اللي جاية الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية، يعني لحد يوم الأربع الظاهرة الجوية المؤثرة فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر هي شبورة مائية ممكن تكون كثيفة كمان وتأثر بمزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق، وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. عشان كده احنا بنأكد على مدار هذا الأسبوع مهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس، وتكون ملابس شتوية خفيفة خريفية في فترات الليل أو فترات الصباح الباكر، القيادة تكون بهدوء تام، وكمان مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ناخد بالنا بشكل كبير يوم الأربعاء اللي جاي. طيب بالنسبة بقى للارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة، حضرتك تقولي هي مرتفعة بقيم درجتين ثلاث درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، هل يعني هتنخفض مرة ثانية بعد نهاية الأسبوع درجات الحرارة؟ هو بعد يوم الاربعاء هتبدا تدريجيا قيم درجات الحراره تنخفض، لكن هتنخفض لل 30 وال 29 درجه مئويه، فخلاص هنبدا تدريجيا خلاص كل ما تقدمنا في شهر اربعه اكثر تبدا المعدلات الشهريه تزيد كمان، يعني احنا عندنا النصف الثاني من شهر اربعه المعدلات الشهريه بتبقى اعلى من النصف الاول طبعا. فهتبدا ده هيكون ده الطبيعي بقى في الوقت ده من السنه ان قيم درجات الحراره كلها بتتجه نحو الارتفاعات وبنحس بالحراره فتره النهار خاصة كمان في النص الأول من فصل الربيع اللي هو الحرارة فترة النهار البرودة فترات الليل، لكن لو حصل انخفاض في قيم درجات الحرارة مش هتنخفض بشكل الكبير فترات النهار إن احنا نحس تاني بالبرودة، فخلاص احنا مش هنحس بالبرودة تاني فترة النهار، البرودة بس لسه موجودة معانا فترات الليل لحد منتصف شهر خمسة بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 29 الصورة 18، العاصمة الإدارية 29 17، إسكندرية 24 16، العلمين الجديدة 23 15، مطروح 23 15، دمياط 25 17، بورسعيد 25 17، الإسماعيلية 30 15، السويس 30 16، العريش 26 14، كاترين 23 10، طابة 27 17، حلايب 29 22، شلاتين 31 20، شرم الشيخ 31 21، الغردقة 31 20، الفيوم 30 15، بني سويف 30 15، الوادي الجديد 33 17، أسيوط 31 16، سوهاج 33 17، قنا 35 19، الأقصر 35 19، أخيرا أسوان 35 20. نخلي بالنا من ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في ساعات النهار، لكن بتنخفض بشكل كبير في ساعات الليل، نخلي بالنا من اختلاف درجات الحرارة، وخلي بالنا أكتر يوم الأربعاء اللي جاي هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة وكمان رياح مثيرة للرمال والأتربة، نخلي بالنا لمرضى حساسية الصدر وكمان الجيوب الأنفية. هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي عشان نكمل معك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا. مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، ونرجع لحضراتكم على طول. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنتهي المهلة اللي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستكمال شركات السياحة المنظمة للحجة هذا العام 1445 هجرية إجراءات السكن اللي تم تخصيصه لرحلات الحج، سواء سبق معاينته من لجان الوزارة أم لا، وده عبر موقع الوزارة.
النهاردة تنطلق فعاليات امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط بجامعة الأزهر بنين وبنات، وده بمقر كلية طب البنين بالقاهرة. جدير بالذكر أن امتحانات الدراسات العليا دبلوم وماجستير الجزء الأول والجزء الثاني نظام قديم وحديث في التخصصات الإكلينيكية والأكاديمية، بتقام في كلية طب البنين بالقاهرة بمتابعة من عمداء ووكلاء كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر المسابقة. هيلتقي سيراميكا مع المصري الساعة 4 العصر. في 7 مساء هيلتقي الإسماعيلي مع فيوتشر. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في الجولة 33 من عمر الدوري. هيلتقي ليفربول مع كريستال بالاس الساعة 3 العصر. في نفس التوقيت هيلتقي ويست هام مع فولهام. 5:30 هيلتقي أرسنال مع أستون فيلا. امبارح ودعنا الفنانة الجميلة شيرين سيف النصر، وتمت مراسم دفنها في مقابر العائلة في هدوء تام زي ما أوصت الفنانة الراحلة. فنانة شيرين سيف النصر كانت واحدة من أهم نجمات التسعينيات وأوائل كمان الألفية الجديدة، وشاركت في أعمال كتير جدا مهمة ارتبط بيها الجمهور في الوقت ده جدا، زي مسلسل ومن الذي لا يحب فاطمة، أو اللي بالنسبة لنا احنا بنسميه بنقوله على طول مين ما يحبش فاطمة. أفلام كمان كتير زي سواء الهانم، نوم في العسل، أمير الظلام، أفلام كتير جدا وأعمال كتير جدا. خلينا نروح مع حضراتكم ونفتكر مع بعض المسيرة الفنية للراحلة شيرين سيف النصر ونرجع لحضراتكم. توفيت يوم أمس الفنانة شيرين سيف النصر، وأجريت مراسم دفنها في مقابر العائلة في هدوء كما أوصت الفنانة الراحلة. الفنانة شيرين سيف النصر ولدت في 27 نوفمبر عام 1967 في الأردن لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية. في عام 1991 تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس. عاشت لفترة في فرنسا، وهناك التقى بها الفنان يوسف فرانسيس وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. من أشهر أفلام الفنانة شيرين سيف النصر الأستاذ، البحث عن طريق آخر، البلدوزر، أحلامنا الحلوة، وسفينة الحب، بالإضافة إلى النوم في العسل وأمير الظلام. ها، إيه رأيك؟ ولو كشكشة من جنب وكاستيتين من فوق ومن تحت يبقى كويس أوي. أما أعمالها المسرحية التي شاركت فيها ووضعت فيها بصماتها، خد بالك من عيالك، ولعبة الحب والجنان، وبودي جارد مع الزعيم عادل إمام. من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها المتهم بريء، والعرض حلقي، ومن الذي لا يحب فاطمة. أنا عاوزة نصيبي في المصنع كاش ماني، من حق أخد فلوسي اللي ورستها عن ماما، ومش عايزة أبقى في بيني وبينك شركة. قدمت شيرين سيف النصر 31 عملاً فنياً، واستطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، وكانت البداية من خلال ألف ليلة وليلة، ولكن بدور صغير جداً. حققت شيرين سيف النصر شهرة واسعة حظيت بها بعد مشاركتها مع أحمد زكي في بطولة فيلم سواء الهانم في عام 1994. ده إيه الثقافة دي كلها؟ أنت مش قلت لماما أنك ما بتعرفش تقرأ؟ في صورة للأميرة ديانا هنا آخر لطافة، كنت عاوز أعلقها في أوضتي. ايه منها خواجه يعني؟ انت متعلق صورتي عشان احلى؟ يا ريت، بس الست الكبيره اللي عرفت هتعلقني على باب الجنينه. وكان اخر ظهور لها عام 2007 من خلال مسلسل اصعب قرار، لتبتعد بعدها عن الاضواء. وبعدين مالكم اتمردتوا قوي كده على عشتكم القديمه ليه؟ ده الناس دول كانوا طيبين وحاطينكم في عينيهم وفي قلوبهم كمان، ايه اللي حصل لكم؟ مالكم؟ ما تتكلمي يا خالته. هقول ايه يا عيون خالته؟ طول عمري انا وابي علي بنشتكي من الحاره، ونسمه الوحيده هي اللي شايفاها جنه. طبعا جنه بناسها الطيبين يا فلحه. الله يرحم الجميله الفنانة شيرين سيف النصر ويلهم أسرتها ومحبيها صبر والسلوان. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وفيه اهتمام كبير الحقيقة من القيادة السياسية بالتركيز على ارتفاع نسب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات. محافظة أسيوط كان ليها نصيب كبير من هذا الدعم، ووصل بالفعل عدد المستفيدين فيها من تكافل وكرامة ل 360 ألف مواطن. لكن مهم كمان نعرف ونعرف السادة المشاهدين ازاي تم زيادة هذا العدد عشان نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون أستاذ مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط. صباح الخير على حضرتك.
صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جوانا، صباح الخير يا استاذ المشاهدين. يا اهلا بيك يا استاذ مجدي. استاذ مجدي، في البدايه ازاي تم حضراتكم طيبين وحضرتك طيب يا فندم وبخير دايما، ازاي تم زياده اعداد المستفيدين من هذا البرنامج؟ طيب، هو برنامج تكافل وكرامه، ده برنامج حضرتك برنامج تحولات نقديه مشروطه بالنسبه للتكافل وغير مشروطه بالنسبه للكرامه. احنا بدانا البرنامج يعتبر في 2015، وصلنا حتى الان خلال الربع الاول من سنه 2024 ل 407 الف اسره باجمالي مبالغ 250 مليون جنيه شهريا في حدود 3 مليار جنيه سنويا. طبعا في اسيوط احنا عندنا 12 اداره اجتماعيه من خلال الوحدات الاجتماعيه، 113 وحده اجتماعيه بنتوسع في هذا البرنامج، ومن خلال برضك نسبه التفقر في اسيوط، يعني بنحاول نساعد بتساعد المواطنين واخواتنا في مراكز اسيوط كلها. طب يا فندم، طبيعه الفئات المستفيده من برامج الحمايه الاجتماعيه تكافل وكرامه وحتى العدد اللي زايد عليهم كمان؟ هو حضرتك برنامج تكافل وكرامه زي ما قلنا دعم نقدي وليس معاش. مشروط، عند في مشروطيه صحيه ومشروطيه تعليميه. طبعا ايه الشروط يا فندم؟ من خلال البحث الاجتماعي في الاسر الاولى بالرعايه والاحتياج، شبكه البرنامج بتوسع من خلال الوحدات الاجتماعيه. الاسر الفئات او الشرائح اللي في برنامج تكافل هي اسره زوج وزوجه واولاد، او مطلقه واولاد، او ارمله واولاد، وهكذا. اما كرامه فهو استحقاق فردي بالنسبه للمسن والذو الاعاقه واليتيم والمهجوره والارمله والمطلقه اللي لم تنجو، والفتاه اللي بلغت سن 50 لم يسبق لها الزواج. ايوه استاذ مجدي، حضرتك قلت ان هي مشروطه، فهل هذه الفئات بيبقى في شروط معينه عشان يستحقوا هذا الدعم؟ مشروطه، يعني بالدعم باستحقاق دعم من خلال في مشروطيه صحيه لازم يتابع مع الوحده الصحيه في القريه من خلال التطعيمات والكشوفات اللازمه للاسره كلها. مشروطيه تعليميه، اللي هي المشروطيه التعليميه للطفل او الابن اللي في سن التعليم في مراحل التعليم لم يتغيب من المدرسه، بيتابع مع الاداره التعليميه مع المدرسه بحيث ان هو يكون في المدرسه مستمر، مش بيروح المدرسه، لازم يكون منتظم في الدراسه. ده المشروطيه اللي في البرنامج، ودي من افضل حاجات اتعملت في البرنامج تكافل وكرامه، لان طبعا الصحه مهمه جدا في بناء الانسان، والتعليم برضك طبعا ده حاجه مهمه جدا. فهي مشروطيه بمعنى ان ده مع ده، لازم يكون في التعليم في سن التعليم يكون في المدرسه، ولما يكون محتاج تطعيمات او كشوفات لازمه في الوحده الصحيه بيتابع معها. ده جميل جدا يا فندم، لانه الهدف من هذه المبادره هو اوسع واشمل. الفكره مش مساله تقديم دعم مادي فقط، لا، الفكره هي الحفاظ على كيان الاسره المصريه بشكل عام. عشان كده في اهتمام طبعا بالتعليم، انه لازم الاولاد يكملوا في مراحلهم الدراسية، ولازم كمان يتابعوا في الوحدات الصحية الموجودة عندهم. أنا كنت عاوز بس أوضح لحضرتك يا أستاذ محمد إن بعد قرار فخامة الرئيس في بداية 24 برفع الدعم، برفع 15% من الدعم الحالي، الأسرة أساس الأسرة اللي ليها 3 أطفال في الدعم كانت 406، دلوقتي 467. وبيضاف ليها طبعا لو الطفل تحت السن 6 سنين بياخد 75، والتلميذ اللي في المرحله الابتدائيه 100 جنيه، والتلميذ اللي في المرحله الاعداديه 125، والتلميذ اللي في الثانوي 175، والطالب الجامعي كان 200، وبعد قرار سياده الرئيس بقى 300. يعني الاسره دلوقتي بعد قرار سياده الرئيس 15% بقت بيبقى ليها دعم كويس، وده بيساعدها على النهوض للحاله قضيه جيده. وكمان البرنامج تكافل كرامه ليه ثلاث برامج تاني جواه، برنامج فرصه وده خاص بالتفكير الاقتصادي، وبرنامج الالف يوم وده برضك بيهتم بصحه الطفل. الالف يوم ده بيبدا من تاريخ الحمل حتى نهايه الرضاعه، يعني بالظبط الف يوم من بدايه الحمل حتى نهايه الرضاعه الف يوم. وفي برنامج ثالث مكمل اسمه لا اميه مع تكافل،
ده بنفح أمية الأشخاص اللي موجودين في برنامج تكافل لو بتتعاون مع هيئة التعليم الكبار. أستاذ مجدي، هل في خطة من قبل حضراتكم لا يعني توسيع أو ضم المزيد من المستفيدين الفترة اللي جاية، وكمان فكرة قواعد البيانات السليمة والدقيقة إزاي كمان ساعدتكم في أن أنتوا تقدروا توصلوا أو تسهل الوصول للأسر اللي محتاجة لهذه أو لهذا الدعم بالتحديد؟ طبعا هو برنامج تكافل كرامة إعلاميا الحمد لله بقى في منتشر في جميع أنحاء مراكز أسيوط، وكمان احنا بالنسبه لينا احنا طبعا من خلال الابحاث الاجتماعيه احنا بنوجه الناس التملي، ومن خلال حضراتكم انا برضك بحب اعرف اجراءات التقدم، يعني فاي مواطن يكون حاسس او عارف ان هو يستحق دعم تكافؤ كرامه يتوجه للوحده الاجتماعيه مع صوره البطاقه الرقم القومي لي ولافراد الاسره لها، سواء شهادات ميلاد او بطاقه الرقم القومي. من هنا بنسجل على التابلت، والتابلت طبعا بيترفع على الوزاره، والوزاره فيه معادله، فبالتالي الموضوع سهل جدا. وبالبيانات دقه البيانات دي من خلال شبكه البيانات الموحده اللي برضك من ضمن المميزات اللي معموله طبعا في بلدنا الجمهوريه الجديده، ان البيانات الموحده دي بالرقم القومي كلها بتبقى ما فيهاش تدخل بشري بنسبه كبيره جدا، بيبقى فيها معلومة صحيحة وبيانات سليمة، وما بتعبناش في حاجة، لأن طبعا رقم القومي بيظهر أي حاجة بتحصل في جد جديد عليها بتبان على شبكة البيانات الموحدة. نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، شكرا لحضرتك يا فندم. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البداية، في إقبال كبير على الفنادق خصوصا في محافظة البحر الأحمر بالتزامن مع أجازة عيد الفطر المبارك، سواء بقى في الغردقة، مرسى علم، راس غارب وغيرها كمان في نطاق المحافظة. تخطت نسب الإشغال في المتوسط 80%، وصلت في بعض الفنادق ل 100%، ده طبعا بجانب بقى زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران في البحر الأحمر من مختلف الجنسيات. جون، خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الأستاذ بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل عليك أستاذة جمانة، وصباح الفل على أستاذ محمد وعلى كل مشاهدينا وشعب مصر العظيم، وكل عام وأنتم جميع. اهلا بيك فندم. شكرا يا فندم. يعني الحقيقه انه محافظه البحر الاحمر هي وجهه سياحيه ان كان للسياحه الداخليه او حتى العربيه او الاجنبيه، لو هتكلمنا عن ملامح الاحتفالات اللي شهدتها محافظه البحر الاحمر خلال عيد الفطر المبارك يا فندم، ومدى جاهزيه المحافظه كمان. يعني محافظه البحر الاحمر عموما الجو فيها حاليا رائع، والبحر ممتاز جدا لكل الانشطه البحريه، وده طبعا هو الاساس اللي احنا بنبني عليه السياحه، اذا كانت سياحه داخليه او سياحه خارجيه. وطبعا حضرتك عارفين ان احنا يعني عندنا اكبر كاباسيتي او اكبر طاقه استيعابيه فندقيه في مصر كلها، بتتعدى ال 90,000 غرفه في يعني طاقه مدينه الغردقه، خصوصا طبعا بملحقاتها زي ما حضرتك عارفين حوالين الغردقه، في جونه وفي مكاتي وفي سهل حشيش وفي سومابي وفي طبعا سفاجا، وبعدين بنخش على القصير ومرسى علم. الاماكن دي كلها الحمد لله فيها فنادق، والفنادق بتستقبل كل يوم افواج سياحيه خارجيه وداخليه كمان. وطبعا بمناسبه عيد الفطر المبارك لاحظنا وجود عدد كبير من المصريين جايين من كل انحاء الجمهوريه بيقضوا اجازتهم باستمتاع مع اولادهم طبعا، وكل يعني الحاجات اللي هي بتجذب الاسره المصريه عموما زي الاكوا، يعني كل مكان في اكوا بارك في محافظه البحر الاحمر، واصبح عندنا كمان حاجات كتير للانشطه الترفيهيه التجاريه ليلا، يعني مولات كبيره، وعندنا ممشى بدل الممشى في 5 اماكن للتنزه، وطبعا لحضور حفلات حصل منها بعض الحفلات لفنانين مشاهير في نطاق الجونه وسهل حشيش ومكادي بي. وكنا طبعا الاجازه لسه ممتده معانا، وطبعا في عدد الحمد لله كويس جدا، في عدينا 80% وفي فنادق وصلت ل 90%،
وبأغلبية طبعا أجانب في الأساس، لأن برضو إحنا عندنا حجوزات قديمة وبتتعارض أو بتنزل في نفس التوقيت بتاع أجازات الأعياد كده. فالحمد لله يعني الدنيا كويسة جدا في الغردقة، بنقل لكم طبعا صورة جميلة من محافظة البحر الأحمر، وحتى السياح اللي موجودين معايا حتى النهاردة مبسوطين جدا إن في مصريين موجودين معاهم، وإن إحنا طبعا شعب مضياف بطبيعتنا، وبنحاول دايما نختلط بالأجانب، إن إحنا بنعرفهم بلدنا وبنتكلم معاهم. ما بيجيبوش كده في دول كتير بره، لما بيسافروا بيلاقوا في ناس يعني منغلقه شويه او مش كل واحد في حاله. احنا شعب اجتماعي، احنا شعب جميل جدا والله. يعني بصراحه الفصول بتاعتنا موجوده لسه الحمد لله كتير، وبكل فطرتنا الطيبه يعني الناس يعني عندها طاقه جميله جدا، طاقه ايجابيه بتديها بتنقلها للاخرين، رغم كل الصعوبات اللي موجوده ورغم كل الحياه اللي برضو يعني الحمد لله. احنا طبعا في السياحه بنعدي ازمات بس بنطلع منها باقوى يعني الحمد لله. وانتوا دايما مستعدين، لكن دايما بيكون في المناسبات اللي زي الاجازات الرسميه والاعياد بيكون العدد زياده شويه عن المعتاد، هل كنتوا عاملين حسابكم لهذا العدد؟ استعديتوا ليه ازاي؟ طبعا الفنادق كل فندق على حده بيعمل زي يعني روتيشن كده، تدوير بين الستاف اللي موجود عنده، وبيمنع الاجازات طبعا بشيء اساسي، لان طبعا زي ما في ناس بتيجي تقضي اجازات، في ناس بتشتغل اساس شغلها في وقت الاعياد وفي وقت فطبعا بيعوضهم باجازه اطول شويه بعد العيد، وبيعوضهم ماديا برضه، في ناس بتشتغل اوفر تايم بتاخد، فبتبقى فرحانه بالمقابل المادي يوصل يعني بيحسن من دخله ويفسح اولاده وبيظهر الكلام ده عندنا على طول. بس احنا طبعا يعني بنفكر دايما في خدمه السائح ان هو اساس الشغل بتاعنا، فطبعا هي ضريبه لازم بندفعها ان احنا بنقضي اجازاتنا بعد اجازات الناس او قبلهم. مفهوم طبعا. دي فنادق ثانيه استعدت ان هي نزلت للصف قبل الاجازه بتاعت العيد عشان يبقى موجود في اجازه العيد، ويستثمروا الوضع ان هو يبقى دايما في اعلى مستوى خدمه جيد. الحمد لله المشاكل او يعني لا تذكر، ما عندناش الحمد لله مشاكل في محافظه البحر الاحمر، لم تسجل اي مشاكل يعني ما بين الفنادق وحجوزات الفنادق والشركات السياحه والسائح نفسه، مطلوب جدا يعني مشاكل لا تذكر تتوجد كده بظروف معينه او بتعدي ببساطه الحمد لله يعني. الحمد لله، وطبعا ده شيء يعني يسعدنا جميعا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق، وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة. وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر انزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أن طهران أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة. وأفاد تقرير لوكالة إيرنا أن الصواريخ الباليستية استهدفت العديد من الأهداف من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة التي تقع في منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، وتعد القاعدة الرئيسية لطائرات F-35 الإسرائيلية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل، وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض العديد من المسيرات والصواريخ بعيدا عن حدود إسرائيل، لافتا إلى أن عددا محدودا من عشرات الصواريخ أرض الإيرانية سقط في إسرائيل، مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرارا بمنشأة عسكرية في الجنوب. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ساعدت في إطلاق أو إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا. وأضاف بايدن في بيان أنه أكد مجددا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل. وذكر بايدن أنه سيدعو قادة مجموعة السبع اليوم إلى تنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني. قالت بعثة إيران إلى لدى الأمم المتحدة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرة من أن رد طهران سيكون أشد إذا انتقمت إسرائيل. وأضافت البعثة أن الهجوم الإيراني جاء ردا على العدوان الإسرائيلي على مقرها الدبلوماسي في دمشق، مشددة على أن إسرائيل إذا ارتكبت خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر خطورة بكثير. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم بناء على طلب إسرائيل في أعقاب إطلاق إيران أكثر من 200 مسيرة وصاروخ ضدها. وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد دعا إلى عقد اجتماع لإدانة إيران. شهدت شوارع تل أبيب السبت تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد الجاري مع قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في أسرع وقت. هذا وأعرب أهالي المحتجزين عن قلقهم من تضارب المصالح العامة والشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية. وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم نظام باتريوت جديد لكييف في وقت حرج. ودعا زيلينسكي جميع زعماء دول الحلف الناتو إلى الاقتداء بهذا النموذج، مضيفا أنه ناقش مع شولتس الاستعداد لمؤتمر في برلين بشأن إعادة الإعمار وقمة في سويسرا حول السلام في يونيو المقبل. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في متابعة الأجواء واحتفالاتنا بأجازة عيد الفطر المبارك. في إقبال كبير جدا شهدته سينمات قصور الثقافة المشاركة في مشروع سينما الشعب خلال أيام العيد، واللي بيقدم أفلام الموسم بأسعار مخفضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عايزين نعرف تفصيل أكتر عن أبرز الأفلام كمان اللي موجودة وأماكن العرض وجديد مشروع سينما الشعب من الأستاذ عمرو بسويني رئيس هيئة قصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك وكل سنة وأنت طيب يا أستاذ عمرو. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جمال، صباح الخير على مصر جميعا وجميع ايام مصر ان شاء الله في اعياد مستمره باذن الله يا رب. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين اكتر عن تفاصيل مشروع سينما الشعب وايه الهدف منه. مشروع سينما الشعب هو من اهم مشاريع وزاره الثقافه تحت رعايه معالي الوزيره الدكتوره نجيني الكيلاني. هو احنا طبعا جمهوريه مصر العربيه على مستوى المحافظات كلها
بتفتقر الى السينمات، فمشروع سينما الشعب ان احنا موضوع السينما الشعب المصري عنده شغف وحب للسينما خصوصا في ايام الاعياد والمناسبات الرسميه. احنا عندنا الاصول بتاعت اصول الثقافه المنتشره على مستوى جمهوريه مصر العربيه، فعملنا مشروع سينما الشعب ان احنا بنعرض سينما الشعب بالتعاون مع الشركه المتحده، بنعرض الافلام اللي تعرض في السوق حاليا في اصول الثقافه. طبعا بنجهز الاصول بكل التجهيزات السينمائيه، بنعرض الافلام اللي معروضه في السوق باسعار مخفضه 40 جنيه سعر مخفض في العيد 40 جنيه لجميع الجمهور. فطبعا هو متنفس للشعب المصري في محافظات جمهوريه مصر العربيه. احنا بنعرض السنه دي عندنا ثلاث افلام اللي هي في السوق، فيلم اسود ملون وشقوه وفاصل من اللحظات اللذيذه، بنعرضها عندنا في 16 محافظه. المشروع شغال عندنا في 16 محافظه في 18 موقع، زي اسيوط، قصر ثقافه اسيوط، قصر ثقافه اينا في اينا، المركز الثقافي في كفر الشيخ، عندنا في اسكندريه في الانفوشي، عندنا في مركز ثقافه طنطا في طنطا، عندنا في قصر ثقافه دمنهور في دمنهور، عندنا في ابو المطامير في قصر ثقافه ابو المطامير في البحيره، عندنا قصر السينما في السينما في جاردن سيتي، عندنا في رود الفرج في قصر ثقافه رود الفرج، في قصر ثقافه الاسماعيليه في الاسماعيليه، قصر ثقافه شرم الشيخ في شرم الشيخ، في 23 يوليو في طنطا في مسرح 23 يوليو في المحله الكبرى. عظيم. في قصر الزقازيق في الزقازيق، فاحنا عندنا 16 موقع في بني سويف، عندنا برضه في بيبا في بني سويف، وفي القناطر الخيريه في القليوبيه، في الوادي الجديد عندنا مع سينما حبس شغاله في سينما حبس، فاحنا عندنا 16 محافظه في 18 موقع في 16 محافظه بيعرضوا الافلام اللي بتعرض حاليا في السوق وسعر مخفض للجمهور، وكل عارضين خلال الاربع ايام العيد اللي فاتوا كامل العدد، كان دايما لحد كامل العدد كان عليه اقبال شديد طبعا جدا في اقبال بقى طول ايام العرض. ايوه يا فندم. طب يا فندم خلينا برضو نعرف من حضرتك كام قصر ثقافه تقريبا بيعرض فيها هذه الافلام؟ 18 قصر ثقافه، 18 موقع. في اي محافظات؟ في 16 محافظات، اسكندريه والبحيره والغربيه واسيوط وقنا والوادي الجديد والاسماعيليه وجنوب سيناء واسيوط وشمال سيناء في العريش وفي الزقازيق في الشرقيه، وعندنا والوادي الجديد من الوادي الجديد ودمنهور، هم حوالي 16 محافظه بالظبط. 16 محافظه بيعرضوا فيهم. هل في فعاليات ثانيه يا فندم؟ طبعا عندنا فعاليات في العيد، معالي الوزير احنا عاملين فعاليات في العيد، كان في فعاليه في قصر ثقافه في مسرح السامر، كان عاملين احتفاليه كبرى كنا عاملينها في العيد بالفنان سامح يسري، كان اول امبارح، والفرقه المصريه فرقه الشباب المصريه، وكان برضو كانت كامل العدد. تمام. كانت فيها فقرات فنيه متنوعه جدا، كانت جميله جدا، كانت منظمها الاداره المركزيه للشؤون الفنيه في القاهره، وكان عندنا في البديل عندنا مشروع كان مهم جدا، بديل العشوائيات، ما ننسيناش ابنائنا من بديل العشوائيات في العيد. عملنا فعاليات. طيب وقرى حياه كريمه يا فندم. في اهالينا وفي الخياله وفي حدائق اكتوبر والمحروسه. جميل. عباره عن ورش، عملنا ورش رسم على الوجه، انت عارف العيد طبعا بيبقى فيه بهجه العيد وفرحه العيد، بتبقى الاطفال عايزه تعمل ورش، عملنا ورش رسم على الوجه، عملنا لهم عروض للاراجوز وعروض للماريونيت، وعملنا مسابقات ترفيهيه بين الاطفال وتوزيع جوائز عينيه، فكان برضو فيها اقبال في البديل العشوائيات، كان من اهم المشاريع عندنا ومن اهم الفعاليات اللي تمت في العيد في عيد الفطر الحمد لله. طيب يا فندم، يعني في الايام بقى ما بعد ايام عيد الفطر المبارك، ايه الفعاليات اللي هتكون موجوده؟ ايه الفعاليات الثقافيه اللي هتتم في قصور الثقافه؟ احنا طبعا احنا نطلع من العيد عندنا فعالياتنا، المسرح هنبدا شغال في المسرح، عندنا شغال بقوه الفرق، عروض الفرق المسرحيه عندنا شغاله، اللي احنا عندنا بنستعد لمهرجان المسرح، ختامات مهرجان المسرح، احنا بننفذ مسرحيات في مستوى على مستوى المحافظات كلها، من قوميه الى نوادي مسرح لشرايح مسرح. ان شاء الله اكتر حاجه داخله جايه المسرح، بالاضافه طبعا السينما الشعب شغاله زي ما هي طبعا، بس عشان داخلين الامتحانات بيبقى فيها طبعا بتقل شويه، بس احنا عندنا المسرح كله، المسرح عندنا شغالين بقوه، بالاضافه الى العروض الفنيه المتميزه، بقيت عروض الاصول الثقافه للفنون الشعبيه والموسيقى، عندنا عروض على مستوى الجمهوريه شغالين فيها دايما على طول، شغاله موجوده معانا ان شاء الله باذن الله. بس هو اقوى حاجه شغاله بعد العيد ان شاء الله بعودة المسرح تاني، لأن عندنا فعاليات المسرح على مستوى الجمهورية تبدأ بكل قوتها بعد العيد.
نشكر حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ عمرو بسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والإيضاحات. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024، واتضح من التقرير الصادر بمقارنته طبعا بنفس الفترة في رمضان 2023، اتضح أنه في زيادة ملحوظة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74%، وده في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول لتسعة مليون مستخدم جديد. يعني نسبة كبيرة جدا طبعًا. خلينا نعرف هي تتسق مع كمان نسبة عدد المستخدمين ولا لا، وهنعرف يعني نفكر كمان زيادة حدوث استخدام خدمات الانترنت الثابت بنسبة 29% حتى في ظل ارتفاع اعداد مستخدمي خدمات الانترنت الثابت ل 800 ألف مستخدم جديد. خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية وتحليل اوفى مع المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات الموجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين، اهلا بحضراتكم. اهلا بيك يا فندم. واحنا بنتكلم على هذه النسبة، يعني بنتكلم تقريبا على لو نفس التوقيت ما بنقارن ما بين 2023 رمضان 2023 ورمضان 2024، استخدام خدمات الانترنت المحمول زاد بنسبة 74% مع زيادة عدد المستخدمين ل 9 مليون مستخدم. النسبة دي يا فندم تتسق كمان مع رقم او عدد المستخدمين الجدد؟ صحيح يا فندم، هي النسبة دي شاملة جميع المستخدمين موجودين على الانترنت، ولكن تتوسع النسبة دي على المقاطع الفيديو القصيرة اللي هي زي مقاطع الشورتس تيك توك الريلز. المقاطع القصيرة دي هي أكتر نسبة تم مشاهدتها إلى الآن على الانترنت، وسبق برضو السنة اللي فاتت أن أنا وضحت أن مقاطع الريلز أسرع انتشارا في توصيل المعلومة وتوصيل الـ 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 حتى المبيعات، برضو بقى نسبة المبيعات من خلالها نسبة كبيرة جدا. حتى لحد دلوقتي بلغ عدد صناع الفيديوهات القصيرة أكتر من 28 مليون صانع فيديو قصير، وعدد ساعات المشاهدات حوالي 10 مليون ساعة يوميا. يعني المقارنة بين رمضان 2023 ورمضان 2024 زادت بنسبة 41% يا فندم. فدي أول حاجة هنبدأ بيها كده دلوقتي، إن هي المقاطع القصيرة دلوقتي هي المقاطع أكتر مشاهدة على الإنترنت إلى الآن. يليها برضو البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني معروف اللي هو خدمة المراسلة بين البريد والبريد، ودي بتعتمدها أكتر الشركات، ولكن بريد إلكتروني زي مثلا جيميل وياهو هوت ميل عدد المستخدمين وصل فيه 18 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة يوميا أكتر من 15 مليون رسالة. طبعا النسبة زادت بأكتر من 30% مقارنة برمضان 2023، فدي نسبة كبيرة جدا. برضو بعد كده نيجي بحث الخرائط، وهي خدمة البحث عن الأماكن والأصول إليها يعني عن طريق جوجل مابس وغيره. طبعا دي بتشترك برضو بالناس اللي شغالة على الـ وحدات التوصيل بدون ذكر أسماء، التطبيقات التوصيل، لأن تطبيقات التوصيل برضو بتستخدم بعض من الخرائط، فبالتالي احنا جمعناها مع بعض وبلغ عدد المستخدمين حوالي 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 58 مليون عملية بحث يوميا، يعني تقدر بنسبة 81% مقارنة برمضان اللي فات. فبالتالي هنا نقدر نقول ان كل تطبيقات التوصيل وكل تطبيقات البحث عن الخرائط متفقة تحت بند واحد، فهنا زادت بنسبة 81% مقارنة عن رمضان اللي فات. طيب مشاهدة المنصات من اجل المحتوى الترفيهي، ده برضو اكتر نسبة موجودة بين رمضان اللي فات ودلوقتي، لأن مشاهدة المنصات اللي هي الترفيهية من أجل المحتوى الترفيهي دي عبارة عن المنصات المحلية زي واتشيت وغيره. المنصات دي تكون يعني بديلة للتلفزيونات، لأن أنا كده كده دايما بطلع بقول إن التلفزيون دي وحدة أساسية دلوقتي عندنا إن إحنا نتفرج عليها، ولكن بعد كده هتكون وحدة أساسية لأن إحنا نخش وندخل من المنصات. يعني بعد كده حضراتكم البرامج هتكون برضو بث مباشر على المنصات المحلية اللي موجودة. طبعا إحنا عندنا منصات قوية جدا، وفي نفس الوقت بلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة يوميا، يعني في زيادة 41% مقارنة برمضان 2023.
وطبعا التسوق الالكتروني. هنا بقى هنقف عند النقطه دي. المفروض طبعا يكون التسوق الالكتروني يعني بحد علم جميع المواطنين انه هيكون زائد عن رمضان اللي فات، ولكن التسوق الالكتروني انخفض بنسبه 3% مقارنه برمضان اللي فات. ليه بقى؟ انا عايز اوضح هنا سبب الانخفاض، انه ارتفاع الفيديوهات القصيره بشكل سريع جدا، والبيع بيتم من خلالها، يعني الشورتس فيديو اللي هي التيك توك والريلز وكده انتشارها بيكون اسرع، فبالتالي الناس بدات تدخل على منصات الفيديوهات القصيره عشان تشتري المنتجات بتاعتها بشكل اسرع وبشكل اقوى. فبالتالي هنا عكس بصوره سلبيه على منصات كبيره اللي هي منصات مثلا بدون ذكر اسماء، المنصات البيع والشراء اللي هي اهم خمس منصات في مصر، فانعكس بشكل سلبي عليها. هنا برضو نقدر نقول ان الريلز والتيك توك او الفيديوهات الطوليه هي المستقبل في كل شيء، برضو في موضوع الانتشار السريع. طيب باشمهندس احمد، في التقرير بيتكلم عن الانترنت المحمول، هل ده اللي هو اللي هي الداتا يعني الموبايل داتا؟ هو الانترنت المحمول هو الموبايل داتا اللي هي موجوده خارج المنزل، خارج الاتصال الارضي يعني. بالظبط كده. تمام، جميل جدا. ده معناه بقى ان الناس بدات تستخدم الموبايل بكثافه في الخارج في الشوارع وكده؟ هو كده كده الناس طبعا في ارتفاع زايد جدا ان تستخدم الموبايل في الخارج بشكل كبير، وخصوصا برضو في سهوله الحصول على المعلومه دلوقتي، وسهوله برضو وكثره المنصات برضو يا استاذ محمد. كثره المنصات دلوقتي خلت الناس خلاص، الاول كنا بنقفل الانترنت في فتره معينه، لكن دلوقتي لا، في منصات بتجيب لك مسلسلات واحداث المسلسلات، في منصات بتجيب لك الاخبار، في منصات بتديك المعلومه اول باول بشكل سريع جدا. فكثره المنصات دي بتخلي الواحد لا يفتح داتا دايما، وسهوله التواصل بين الاخرين في الدول الخارجيه مثلا، يعني في ناس بتكلم قرايبها في دول الخليج او دول خارجيه ثانيه، فبالتالي بتحتاج تفتح داتا بره، فدي برضو محسوبه من النسبه دي. باشمهندس طيب، يعني برضو بالمقارنه بسؤال شاذلي، فعلا زاد عدد المستخدمين وعدد ساعات استخدام الموبايل داتا او حتى الانترنت المحمول، لكن ده بيقابله انخفاض كمان في استخدام الانترنت الثابت. بالظبط كده. او الانترنت الثابت دلوقتي بينخفض تدريجيا، وده الشيء اللي انا كنت متوقعه برضو من سنوات ماضيه. بس ليه يعني؟ هل الناس في البيوت مش بتستخدم الانترنت؟ لا بالعكس، هي الفكرة كلها انه اكتر الاستخدام من الانترنت اللي هو الانترنت الموبايل داتا، الانترنت الخارجي، لانه هو ده يعتمد على الموبايلات اللي موجودة خارج المنزل، لانه كده كده الانترنت الثابت ده بيكون وحدة مش متنقلة، وحدة ثابتة في المنزل او في العمل بس او في بس في باشمهندس يعني الناس وهي في البيت بالعكس هي بتوفر عشان تستخدم الانترنت الثابت، حتى لو في حد عنده تلفزيونات اللي هي السمارت تي فيز برضو بتستخدم الانترنت الثابت، ولكن بتستخدمه بشكل محدود. زي ما حضرتك قلتي سمارت تي فيز مثلا، او وحده الالعاب اللي هي برضو مدرجه تحت الخبر بتاع الانترنت، ولكن ده بشكل محدود. ولكن بشكل اوسع وبشكل متفرع الموبايل داتا هي اكتر من الانترنت الثابت، وهتغطي على الانترنت الثابت، لانه كده كده برضو بيكون في عروض اكتر على الموبايل داتا، فبالتالي الناس بتلجا للموضوع ده خارج المنزل واحيانا برضو داخل المنزل. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مرحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة خلاص آخر يوم في أجازة العيد، الأجازة خلصت وخلص معها السهر والفسح والسفر والنوم لساعات طويلة والنوم متأخر، وده طبعا أكيد هيكون ليه تأثير على بعض الناس اللي محتاجين بقى استعادة طاقتهم ونشاطهم مرة تانية عشان يرجعوا للشغل. ده ليه تأثير علينا بقى يعني، ما احنا من ضمن الناس. أنا كان نفسي أتعاطف والله، بس ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. طبعا النهاردة هنعرف إزاي نستعيد النشاط مرة تانية والشغف للعمل بعد الأجازة مع ضيفتنا الدكتوره شيرين درديري استشاري الصحه النفسيه اللي منورانا. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك، وصباح الخير على مصر، ويا رب حياتنا كلها اعياد يا رب. يا اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيب. دايما واحنا شغالين ومضغوطين في الشغل بنبقى محتاجين نفصل، ولما بنفصل مش عايزين نرجع تاني، طب نعمل ايه؟ لازم ناهل نفسنا نفسيا ان احنا هيبقى في عوده،
وبرضو لازم نبقى فاهمين ان منطق ان احنا نبقى في اجازة على طول دي حاجة مش صح، وحاجة بتخلي الواحد يمل جدا وبتدخله في اكتئاب. ده بواقع الابحاث يعني مش كلامي بس، وحتى بالاماره عشان الناس تتاكد من كلامي، الشخص اللي بيقعد وقت سايب الشغل بتبتدي تظهر عليه نيجاتيف ثوتس او افكار سلبيه. فبالتالي ان الاجازات فتره فعلا فاصله بتخلي الواحد يستعيد نفسه من تاني، بس لازم تبقى بشكل مؤقت. يعني ما ينفعش الاجازه تبقى طويله على فكره، يعني بتبتدي تخلي الشخص عنده حالة من التفكير السلبي على فكرة، لأن في هناك ارتباط وثيق بين الاكتئاب وبين أوقات الفراغ. فلو زاد وقت الفراغ، وده بالإحصائيات العالمية، لو زاد وقت الفراغ بيكون ده مصدر للتفكير السلبي للإنسان، وبالتالي ده بذرة الاكتئاب. فاحنا الاجازات لازم تكون مقننه بتوقيت، هي فعلا جميله وحلوه بس تكون بوقت، لكن مش اجازه طويله زياده عن اللزوم تدخل الشخص في حاله من الفراغ والتفكير السلبي. يعني الاجازه دي يا دكتور تعتبر اجازه طويله، يعني 6 أيام تقريبا، مش طويله قوي يعني، بس شويه بالنسبه لنا احنا طويله جدا. في ناس كتير جدا سافرت، هل الاصح ان الناس ترجع مثلا قبل شغلها بيوم؟ يعني لو على سبيل المثال الناس هترجع الشغل بكره يوم الاثنين، المفروض مثلا يرجعوا من اجازتهم او من سفرهم يوم الاحد ولا يوم السبت عشان يبتدوا ياهلوا نفسهم مثلا للشغل؟ المفروض ازاي مره ثانيه نبتدي ناهل نفسنا للعوده للشغل؟ لا طبعا لازم او يفضل ان الناس ترجع قبلها بيوم علشان ياهل نفسه نفسيا للعوده للعمل، علشان يعمل فاصل زمني بين حاله التغيير اللي عاشها والانطلاقه، بما لا يؤذي نفسيته ان هو يبقى من الاكستريم ده للاكستريم ده، يعني من حاله السفر والراحه والاريحيه الشديده الى الكوميتمنت والالتزام بالمواعيد. فلازم يبقى في فاصل زمني يوم يرجع للكومفورت زون تاني بتاعته اللي هو بيته، ويبتدي ان هو كمان يرتب هيعمل ايه في شغله بكره. والاهم من ده واللي بيفضل ان انا بنصح بيه الناس كلها ولو اننا في اخر يوم في الاجازه، ان احنا دايما قبل ما نقوم باجازه لازم قبل ما نسيب المكتب بتاعنا او مكان عملنا نعمل ورقه ايه الاولويات اللي هتتعمل بعد العوده من الاجازه الضروريه اللي يتطلبها العمل، بحيث ان انا ما اجهدش نفسي في التفكير اول يوم بعد العوده من الاجازه في ايه الحاجات الضروري اللي لازم تتعمل. يعني ده لازم تكون ورقه مجهزه كده على المكتب قبل ما اقوم بالاجازه، ان انا اول ما هرجع من الاجازه ايه الحاجات الاولويه في العمل اللي لازم تتعمل، خصوصا انا لو انا شغال في حاجه حيويه جدا ويعني هيبقى في ضرر مادي لو انا ما ركزتش ايه الاولويات اللي هتتعمل بعد العوده من الاجازه. طيب دي فكره كويسه جدا، لكن مساله ان انا اخطط وانا في الاجازه ان انا ارجع يوم بدري عشان أأهل نفسي للشغل، ما ده معناه ان انا كنت بفكر في الشغل وانا في الاجازه ومخطط، ودي مفروض اجازه بقى يعني انا خارج اتبسط واتفسح واستمتع بكل ما في وافصل تماما عن العمل والتخطيط للعمل. لا هو يعني لو الاجازه يعني 6 أيام وقت معقول على فكره، ولا يعني لازم ان انا لما ارجع لا يعني يفضل ان انا افصل يوم استعداد نفسي، لانه هيبقى اصعب عليك ان انت ترجع من الرحله حالا يعني والصبح تصحى بدري تروح الشغل. لا الفصله دي ان انت تقعد في الكومفورت زون في البيت في فصله بين الاقصى الاريحيه دي وبين العمل، لا محتاجينها نفسيا عشان تاهل نفسك ما تحسش بتكسير الكومفورت زون في العمل فتبقى مقريف اكتر. ليه؟ لان انت قعدت وقت، وده دايما في مصطلح الاجازات بيحصل الارم كده عندنا لمفهوم دايره الارتياح. يعني عندنا حاجه اسمها الساعه البيولوجيه للشخص. الساعه البيولوجيه دي على فكره بتتكون وتتجدد كل 3 أسابيع. لكن انت لما كسرت الروتين بتاع العمل لمده اسبوع، طبعا ده روتين ايجابي ان انا بريح نفسي وببتدي استعيد شخصيتي وبكسر، يعني انا انصح الناس في هذا التوقيت بكسر الروتين في كل حاجه.
يعني حتى اللي ماشي على سيستم غذائي لا في الاجازه ما تمشيش عليه. ادي لنفسك راحه، ادي لنفسك كسر للروتين داخليا وخارجيا، يعني روتين عمل وروتين النظام الغذائي. بلاش حد في الاجازه يقول لا انا مثلا اون دايت، لا يعني حسس نفسك بالاستمتاع يعني ادي لنفسك فرصه ان هي تحس بالفرق، وده هيخليك تستعيد طاقتك مره اخرى. طيب في ناس يا دكتور ما حالفهمش الحظ وما اخدوش اجازه وما سافروش وكانوا شغالين، هل الناس دي لازم يعني ياخدوا برضو اجازه يفصلوا، ولا يعني نفسيا بنتكلم نفسيا، هل نفسيا لازم يفصلوا برضو، ولا لو حد قادر او حد مش حاسس ان هو محتاج اجازه ممكن يكمل ويواصل العمل؟ حضرتك شايفه انه الفصله دي مهمه جدا، يعني مهمه للصحه النفسيه جدا؟ هو مهمة. لازم يفصلوا عشان مش قادر اتحمل بصراحه. لازم يفصلوا، مهمه جدا جدا. وانا يعني براسل الناس اللي هم بيحبوا العمل قوي، على فكره ده مش صح لنفسيتك لسبب بسيط، ده هيبتدي على اللونج ران يعمل لك زي عزله اجتماعيه وادمان للعمل. وفي ناس بتبقى مش مصدق ان هو مدمن عمل، وده بيتعبه على اللونج ران، بيلاقي نفسه على فكره وحيد في الاخر. وحيد يعني ايه؟ لا يجد متعته في التواجد وسط مجتمع وسط الناس، شايف ان مكانه هو العمل بس. ومع الوقت بتبتدي مهارات يعني التواصل الاجتماعي مع الاخرين بيبتدي ينقطع بينه وبين اللي حواليه، مش اي مناسبات بقى لانه خلاص مدي اولويه للعمل. هو مدي اولويه للعمل، فبالتالي بعد وقت هيلاقي نفسه لوحده على الكوكب على فكره، او مش معزو او مش محبوب، يعني مو في او مش محبوب لان كتير من اللي حواليه حابين ان هم يعني ان هو يبقى بيشاركهم في المناسبات، بالذات اهله، يعني بالذات الناس اللي هم الاسره بتاعته. يعني ممكن يبقى يعني انا نفسي اقول للناس اللي هم عندهم شركات واعمال، لما تبقى في اجازه لا اقعد مع اولادك، حسسهم بالتواجد. على فكره الكلام ده انا بسمعه ساعات من اطفال، اني حتى بابا لما كان معانا وكنا مسافرين لا وما كانش بينزل معانا كان بيعمل شغل. فبص يعني بصي قد ايه الطفل بيبقى عنده سنسر ان الوالدين بيشاركوه ولا هم منشغلين. واللحظات دي على فكره انت بتصنع ماضي، يعني ذكريات طبعا، انت بتصنع ذكريات، بتبني ذاكره كمان دلوقتي مع اولادك، ذكرياتهم معاك في العيد، وان انت تشاركهم، وان انت تفرع بومب معاهم، وان انت الحياه دي حلوه، عايزين يعني نشعلها تاني عشان نرجع عالم المشاعر مره اخرى لعالمنا الالكتروني المعاصر. طيب احنا دايما في الاجازات بنسهر براحتنا، يعني غالبيه الشعب المصري شغله الصبح، بيصحى الساعه 5 6 الصبح، انما في الاجازات بننام الساعه 5 وننام الساعه 6. ازاي نرجع نظبط الدنيا تاني؟ بالتدريج. يعني بلاش يبقى فجاه، يعني نحاول على قد ما نقدر نبتدي ان احنا طبعا عشان احنا خارجين كنا من رمضان، فاغلبنا كان بينام مثلا بعد صلاه الفجر. نحاول بقى ان احنا نرجع بالتدريج، ان احنا نرجع يعني ننام بدري شويه علشان الجسم يتقبل. انا عايزه اقول لكم حاجه، المصطلح الاريافه لما انت بتنقل من حاله لحاله لجسمك، الاريافه الخلايا نفسها جوه جسمك بتبتدي تتصارع مع بعضها بجد والله. ده سبب الاريافه؟ يعني ما هي دي ده المسمى العلمي اللي بنقول عليه الساعه البيولوجيه للجسم. اللي هو ايه اختصاره؟ ان انت لما بتغير من وضع لوضع جديد عليك في لخبطه بتحصل في الخلايا. على سبيل المثال ان شخص مثلا بيفضل بيصحى الساعه 1 الظهر لمده مثلا شهور، وبعدين فجاه جاله عمل لازم بيتطلب ان هو يصحى الساعه 7 الصبح، اول اسبوع ليه بيبقى سيء جدا. ليه بقى سيء؟ لان خلايا جسمك متعوده في التوقيت ده، وجهازك العصبي متعود ان في التوقيت ده انت بتبقى نايم، ما بتبقاش صاحي. الاريافه دي بتبقى اول اسبوع عاليه جدا، ويبقى الشخص حاسس بلخبطه كده ومش مرتاح. ده لو فضل قد ايه مغير الروتين بتاعه؟ المفروض الساعه البيولوجيه دي بتجدد من اول وجديد بعد 3 اسابيع، بعد 21 يوم الابحاث اثبتت ان بيعاد برمجه الجسم من اول وجديد على الوضع الجديد اللي انت
عايز تعوده عليه. طيب ده بالنسبه للشغل. بالنسبه بقى الاطفال اللي عندهم تمارين واللي عندهم بقى رجعوا برضو هم كمان للحياه العمليه اللي على قد سنهم يعني ازاي برضو نعودهم عليها او ازاي ناهلهم مره تانية ان هم يبتدوا يلتزموا بقى بالخطط اللي عندهم وبالروتين اللي عندهم؟ اولا ان احنا نفهمهم الاجازات دي احنا ممكن نجمع فيها الحاجات اللي احنا بنحب نعملها وان الحياه عندنا ونديهم نموذج ولازم نكون قدوه ليهم على فكره ان زي بالظبط مبدا ان الشخص لو فضل ياكل حلو حاجه حلوه كتير مش هيحس بحلاوتها غير لما يدوق التعب. بنفس المنطق ده ابتدي ان انا اعلمه لطفلي بحيث ان انا اعلمه الالتزام وفي نفس الوقت احفزه بحاجات هنعملها مثلا في الويك اند اللي هي الاجازه القصيره ان احنا لو التزمنا في الوقت اللي هو بتاع الشغل او المدرسه طبعا او التمارين احنا هنعمل الحاجه الفلانيه بحيث ان انا اشجعه شويه على الالتزام والعوده بعد الاجازه بنوع من التحفيز لان الطفل على فكره الطفل بنبتدي نعمل يعني بلغه الكمبيوتر بنعمل تسطيب لطريقه تفكيره. الام طبعا هي اللي بتشرب طفلها الفكر ده ان انت لازم يكون عندك التزام ولازم يبقى حياتك فيها وقت ترفيه وفيها وقت عمل والا لو انت فضلت في الاجازه على طول انت لا مش هتنبسط بالاجازه اصلا بدليل ان اولاد كتير في وقت الصيف بيبقى عندهم حاله من الملل وده الحقيقه على فكره يعني خلينا اي شخص بيعمل كده ويفضل قاعد وقت طويل في اجازه لا يعني لو مش عامل بروجرام خلال الاجازه دي بيحس بنوع من الملل برضو يعني بيحس ان انا يعني في ملل كده يعني اقعد اخطط للاجازه كمان ما انا اسيبها ماشيه زي ما هي ماشيه خلاص وانا مبسوط لا 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 انا بحب جدا ان الاجازه تبقى يعني ابقى عامل بروجرام ليها مش بروجرام عمل بروجرام استمتاع خليني اخطط حتى لمتعتي ومتعه عيلتي يعني يبقى في خطه للاجازه لانه غير كده هنصحى من النوم الصبح برضو مش هنبقى عارفين احنا بنعمل ايه وهنفضل برضو قاعدين في البيت مش هنعمل اي حاجه فلازم اكيد ممكن تلاقي واسمعها بقى من ناس كتير الاجازه ضاعت وما عملناش فيها حاجه ده شيء ممل جدا فده يعني. احساس برضو مش حلو فانا قبل الاجازه انا ممكن اخطط اني هودي ولادي الحته الفلانيه ان احنا هنسافر الحته الفلانيه طب حلو النقطه دي يا دكتور يعني الناس اللي بتبقى الاجازه الاب او الام اللي بيبقوا في اجازه واللي مش بيخرجوا اولادهم ومش بيفسحوهم ومش بيعملوا لهم بروجرام هم غلطانين يعني مش عايزين نغلطهم قوي ممكن يكون عندهم ظروف بس لا يعني أنا حتى بقول لو جنينه يروحوا جنينه او يروحوا اي مكان بالظبط يعني والله بحاجات بسيطه جدا يعني ان هم يحسسوهم بالعيد او ان هم يعزموا ناس حتى عندهم في البيت فالولاد يحسوا بالتجديد ويطلعوا بقى بره دايره قبور الصمت بتاعه الالعاب الالكترونيه والعالم الالكتروني كده اللي خلى مشاعرنا الكترونيه صحيح يعني بجد دي حقيقه فعلا وانا بشوفها في كل الحالات اللي بتجيلي احنا عايزين الذكريات الحلوه اللي احنا كنا عايشينها في اجيال زمان ترجع للاجيال دلوقتي على فكره هم مش عارفينها فيا ريت احنا نعيشهم نرجع نعيشهم فيها وبالوعي ده هنرجع الحياه نلاقيها حلوه المشاركه والعادات القديمه وان احنا نودي طبق كحك لجيراننا وان احنا وجيراننا نتجمع مثلا او نزورهم في الاعياد او والقرايب الحاجات القديمه دي خليها ترجع تاني عشان نحس كده ببركه في المجتمع اللي دايما الناس عماله تقول ان البركه قلت في المجتمع على فكره احنا اللي بنعمل الحياه احنا اللي بنعمل البروجرام فلازم احنا يبقى جوانا التخطيط ده قرايبنا بلاش التفاعل ده ما هو تفاعل مين ما هو تفاعلنا احنا في المجتمع بالظبط احنا الاشخاص على فكره اللي بنعمل المجتمع فخلينا بلاش الرسائل بس في العيد لا اتجمعوا اعزم فلان عندك او اتفقوا تروحوا حته معينه مع بعض رجعوا الحياه دي بينا لان الحياه دي على فكره وقود المشاعر اللي اختفت فعلا حقيقي واللي ولادنا ما حسوش بطعمها الحلو من كتر العالم التكنولوجي اللي موجود انا عايزه اقول لحضراتكم حاجه ماليزيا يمكن من اكتر الدول المتضرره من موضوع التكنولوجي والصين والكلام ده عارفه بيعملوا ايه في ايام الاجازات عشان يرجعوا الناس تاني تتواصل مع بعضها ويزوروا بعضهم
ابتدوا يقطعوا النت في ايام الاجازات بحيث ما حدش في الاجازات يقعد على النت، الناس ترجع تزور بعضها تاني زي زمان عشان نرجع الروح دي في المجتمع. طيب قلتي من شويه انه لو حد بياكل حاجه حلوه على طول هيتعود عليها، فبالنسبه له مش هتبقى خلاص ده طبيعي يعني، مش هيكون في شغف. جالك حد مثلا وقال لك انا فقدت شغفي اعمل ايه؟ طبعا. طب يعمل ايه؟ كلمه فقدت شغفي دي انا طول النهار بسمعها في الكلينك، لان فقدان الشغف ده على فكره الارم الاكتئاب. فقدان الشغف في كل حاجه، فقدان الشغف في الحياه اللي هو بكره هيبقى زي النهارده زي بعده، دي في منتهى الخطوره. طب انا استعيد شغفي ده ازاي؟ ان انا ابتدي ارجع الحاجات اللي انا كنت بعملها اللي كانت بتسبب لي سعاده. حتى وانا شاب، يعني وانا شاب اشوف ايه هواياتي اللي انا بطلت اعملها، مين اصحابي اللي انا بطلت اشوفهم. انت لازم ترجع ده لنفسك. حياتنا امانه ربنا مديها لنا، لازم يبقى فيها تقسيم وتخطيط، وزي ما بيقولوا لكل وقت اذان. وقت للعيله، وقت للعمل، وقت قبل كل دول لعلاقتك بربنا عشان تشحن طاقتك بشكل روحاني جيد، وقت للمجتمع حواليك، وقت اهم 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 للعطاء. ان انت تعمل حاجه للمجتمع حطها في خطه حياتك، ان انت تعمل حاجه خير للمجتمع او للي حواليك، دي في حد ذاتها بتعمل طاقه ايجابيه وبتشحن لنا السبع مراكز طاقه اللي موجودين في الجسم، بتعمل روح حلوه. أكيد. حد مسن قريب منك اولاده مش موجودين حواليه تزوره، قرايب بعاد قوي بقالك وقت ما كلمتهمش ولا تواصلت معاهم روح لهم، عايزين نرجع الحاجات دي احنا اللي محتاجينها مش هم. بجد بجد احنا اللي محتاجينها فعلا عشان نرجع شغفنا في الحياه، لان بجد انا الكلمه دي بسمعها كتير قوي، وبسمع تحديدا انا مش عارف ايه اللي حاصل فيا. بس يا دكتور برضو بما ان احنا بنتكلم على فقدان الشغف تحديدا، في ناس بتشتغل في مكان كويس عندها صحابها على فكره وبتخرج وبتروح اماكن مختلفه، بس برضو فقد الشغف، مش عارف المشكله فين. حقيقي انا فعلا بيجي لي ناس زي ما انت قلتي كده بالظبط، بيجي لي مصطلح انا مش عارف هو انا ايه اللي مضايقني بالظبط. فساعتها انا بعمل تشيك الاول فيزيكلي، ان هرمون السعاده بيوصل للدماغ بشويه تحاليل، دي الخطوه الفيزيكلي. ابتدي بقى ان انا اعمل سكاننج كده لحياته عامله ازاي، علاقته بربنا، علاقته بعيلته، والده ووالدته، وعلاقته في العمل، علاقاته في العمل عامله ازاي، وعلاقاته العاطفيه اللي هي بقى بزوجته واولاده عامله ازاي. هي واحده من دول هيبقى فيها ويك بوينت موقعه الباقي على فكره. وببتدي انا ادسكس ده معاه، وبنبتدي نعمل خطه بقى علاجيه بقى ازاي ان احنا نكتشف سورس اوف هابينس او مصادر للسعاده ومتعدده. وحته متعدده دي لازم اقولها للناس، ما تحطش سعادتك على حاجه واحده، لان الحاجه دي لو وقعت منك، سواء كان عمل، سواء كان شخص، سواء اي حاجه مصدر سعاده، سواء كان شيء انت بتمتلكه، ما تحطش سعادتك على حاجه واحده. عدد مصادر السعاده. العطاء على فكره للاخرين من اهم مصادر السعاده والقيم السماويه اللي نادت بيها كل الاديان، واللي هو في ديننا اسمه الاحسان في الارض، ان انت تعمل حاجه كويسه هتلاقي كده روحك اتصالحت مع جسمك، هتحس باحساس حلو جواك، وهتحس ان انت نقطه صغيره في عالم كبير بس عملت حاجه. فده في حد ذاته بيدي سعاده جواك. طيب بعض الناس وهي راجعه للشغل بعد الاجازه بتكتر بقى من شرب القهوه، عايزين يفوقوا بقى. لا انا بقى هقول لهم حاجه بقى لو هم مش اخدين بالهم. طبعا لو حد ضغطه عالي القهوه بترفع الضغط، فيخلي باله من البوينت دي. البوينت الاهم بقى ان شرب القهوه الكتير، هي القهوه في حد ذاتها مفيده بس مقننه، يعني ما اقعدش اشرب خمس فناجين قهوه، فناجين قهوه طول اليوم وبعدين اقول اصل انا ما بنامش. وعدم النوم طبعا ما بيعملش تجديد لاجهزه الجسم، لان الجسم كله بيتجدد خلال وقت النوم من الساعه 11 ل 4 مساء. وعندنا كمان في التوقيت ده غده مهمه جدا اسمها الغده الصنوبريه، بتفرز انتبيوتيك مضاد للامراض في الجسم،
في التوقيت ده، فلازم خلايا الجسم كلها تتجدد. فبعد وقت ممكن نتفاجئ ان هو عنده مشكلة بسبب ان هو ما بينامش كويس. فما نكترش من شرب القهوة خصوصا بعد الساعة 6 مساء. طبعا احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية. ويعني خلاص زي ما يعني الشغل عدى وخدنا اجازة، فخلاص الاجازة عدت وهنرجع الشغل. فيعني نتمنى ان احنا نكون قدرنا نقدم لحضراتكم نصايح تقدر تساعدكم ان انتوا ترجعوا شغلكم تاني بشغف ونشاط وحيوية. دلوقتي الساعة 9 صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينيتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وطالبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق، وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة. وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا أن طهران أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف محددة داخل الأراضي المحتلة. وأفاد تقرير لوكالة أرنا أن الصواريخ الباليستية استهدفت العديد من الأهداف من ضمنها قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب الأراضي المحتلة التي تقع في منطقة صحراء النقب بالقرب من مدينة بئر السبع، وتعد القاعدة الرئيسية لطائرات F-35 الإسرائيلية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل. وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض العديد من المسيرات والصواريخ بعيدا عن حدود إسرائيل، لافتا إلى أن عددا محدودا من عشرات الصواريخ أرض الإيرانية سقط في إسرائيل، مما أدى إلى إصابة فتاة وإلحاق أضرار بمنشأة عسكرية في الجنوب. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا. وأضاف بايدن في بيان أنه أكد مجددا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل. وذكر بايدن أنه سيدعو قادة مجموعة السبع اليوم إلى تنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم بناء على طلب إسرائيل في أعقاب إطلاق إيران أكثر من 200 مسيرة وصاروخ ضدها. وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قد دعا إلى عقد اجتماع لإدانة إيران. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الإيراني على إسرائيل داعيا إلى ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال القتالية. وقال غوتيريش في بيان أنه يشعر بقلق شديد إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في التصعيد المدمر على مستوى المنطقة، كما حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط. أعربت السعودية عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته. ودعت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعبها مخاطر الحروب.
وأكدت الوزارة موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي ستكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد يدين بشدة هجوم إيران بمسيرات وصواريخ على إسرائيل، وأضاف بوريل أن الهجوم الإيراني يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي. ومن جانبه دعا المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى بذل كل ما هو ممكن لمنع تصعيد إقليمي جديد، مشددا على ضرورة تجنب إراقة مزيد من الدماء. رفض القضاء الإداري الفرنسي طلبا قدمته منظمة العفو الدولية من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسية لإسرائيل بسبب العدوان على قطاع غزة. وتقدم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية بشكوى هذا الأسبوع إلى جانب رابطة حقوق الإنسان لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدات الحربية إلى إسرائيل حتى تتمثل لتعهداتها الدولية. ويشمل هذا الطلب تراخيص تصدير المعدات العسكرية المستخدمة في المدفعية بتحديد الأهداف، وأيضا المستخدمة في التصوير والرادارات، وذلك استنادا إلى الموقف الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي طالب بوقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. شهدت شوارع تل أبيب السبت تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد الجاري مع قطاع غزة، وطلب المتظاهرون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في أسرع وقت. هذا وأعرب أهالي المحتجزين عن قلقهم من تضارب المصالح العامة والشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية. بدأت أوكرانيا أعمال بناء مفاعلين بتصميم أمريكي في منشأة للطاقة النووية بغرب البلاد عقب هجمات روسية مدمرة على شبكة الكهرباء لديها، ووضع عمال في محطة خيمينيسكي للطاقة النووية نهاية الأسبوع الماضي حجر الأساس للمفاعلين الذين سيستخدمان تكنولوجيا أمريكية ووقودا أمريكي المصدر. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة الأوكرانية وخفض اعتمادها على التكنولوجيا النووية الروسية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي الطقس فيها غير مستقر، يوم حر ويوم برد، وداخل ناس كتيرة جدا تخفف الهدوم بتاعتها. في المقابل دايما بنشوف تحذيرات من الأرصاد بعدم تخفيف الملابس في ظل التقلبات الجوية، وتحديدا الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية الصدر وكمان مرضى الجيوب الأنفية. طبعا يعني الناس دي أكتر ناس دلوقتي بتعاني، وخلينا نعرف مع حضراتكم كده نعرف أكتر عن إزاي مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية يقدروا يحافظوا على نفسهم من التقلبات الجوية. بنرحب في فقرتنا النهاردة بدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى الصدر العباسيه سابقا. صباح الخير على حضرتك دكتور. كل سنه وحضرتك طيب. صحه والسلامه، صباح الخير عليكم. هو طبعا زي ما حضراتكم بتقولوا يوم مر ويوم حلو زي ما بيقولوا، لكن برضو في ملاحظه انه في نفس اليوم ممكن يحصل تغيير في الجو، ودي اكتر حاجه تبقى يعني انه البني ادم الصبح بيروح الشغل وهيبتدي يروح الشغل فيلاقي الجو الصبح حر شويه فيلبس خفيف، والناس اللي دلوقتي مش حد يشتغل لغايه 6 و7 يرجع يلاقي الدنيا برد هو لابس خفيف. فطبعا التقلبات دي سواء بين يوم ويوم او في نفس اليوم تخلينا لازم نعمل احتياطاتنا للجميع، وخصوصا طبعا مرضى الحساسيه. طب دكتور يعني ايه الاصعب على مرضى الحساسيه، الجو البرد ولا الجو الحر ولا فكره التقلبات الجويه بشكل عام؟ هو بس شوف حضرتك، هو المشكله في الانتقال المفاجئ من جو حر لجو بارد، يعني انتقال الجسم مره واحده من جو حر او جو البيت الدافي للجو الخارجي، بكره المدارس والحاجات دي الناس تنزل، الاطفال ينزلوا الصبح بدري من البيت الدافي للجو البارد الصبح،
الانتقال المفاجئ ده غلط وده اللي بيسبب المشاكل، لأنه بيضعف أجهزة المناعة في الجسم، الجهاز التنفسي أول حاجة لأنه بيستنشق الهواء البارد، فده بيضعف مناعته. الميكروبات موجودة في الجو حوالينا بصفة مستمرة، مش يعني طبعا بتزيد في أوقات الشتاء بالذات في الأماكن المغلقة، أوقات الأوبئة، لكن هي موجودة. طب ليه ما بتخليناش نعية طول الوقت؟ لأن مناعتنا هي اللي بتحمينا. فلما المناعة بتضعف، الميكروبات الموجودة عادية وفي وضع عادي في الجو، هي دي بتقدر تتغلب على مناعة الجسم وتسبب الأمراض المختلفة. ده الموضوع مش فقط متعلق بمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ده كل الناس. طبعا طبعا دي احتياطات عامة، واعتقد انه والدنا واهالينا وجداتنا كانوا دايما بينصحونا ويقول لك خد لك بق ميه وانت نازل، خد بق ميه، دي نصيحة يعني اسأل مجرب قبل ما تنزل. ليه؟ طب ليه الميه؟ ايه السبب؟ الميه دي بتبقى واخده درجه حراره الجو بره، فلما وجسمنا واخد درجه حراره البيت، لما بناخد نشرب الميه بتعادل درجه الحراره بدرجه كبيره، فجوف الواحد او الجهاز التنفسي ما يحسش بالفرق الكبير ده، فما يحصلش النقص الشديد في المناعه اللي ممكن يسبب الزكام والرشح والحساسيه والنزلات الشعبيه والتهابات الحلق. طيب دكتور، يعني في بعض انواع الحساسيه بتكون حساسيه مزمنه طبعا عند اصحابها، وفي حساسيه بتبقى لا مؤقته او موسميه. ايه العوامل اللي بتزيد من حساسيه الصدر؟ هي الحساسيه عموما سببها وراثي، يعني هي اسبابها وراثيه، بتنتقل من اهالينا او من وممكن تنتقل باشكال مختلفه. يعني ممكن يبقى انا بسال الام هل انت عندك حساسيه؟ تقول لا انا ما عنديش. وبابا ما عندوش، الجد الجده الخال العمه، وممكن ما يكونش حساسيه صدر، يعني ممكن تبقى حساسيه في العين او حساسيه في الجلد وتنتقل بشكل مختلف للاجيال اللي بعدها. المهم ان الجين موجود، جين الحساسيه ينتقل ويظهر بشكل ايه، دي على حسب الاعراض ونعرفها. فاول سبب اول عامل للحساسيه هو العامل الوراثي. اللي بيظهره بقى طبعا التغيرات الجو زي ما حضرتك بتقول، حضرتك بتقولي الانتقال من درجة حرارة، النزلات البرد، ده اللي بيظهر. عشان كده بعض الناس يقول لك انا عمري ما كان عندي حساسية، يبقى عنده 40 سنة يقول لك انا فوجئت انا ما عنديش، ما اشتكيتش. ايوه، ما هو اظهرها عوامل معينة. طبعا في انتقال الفصول، تغير الفصول، بيبقى فيه حبوب اللقاح، في دايما حبوب العواصف، الأتربة، الحاجات دي كلها بتنقل التيارات الهوائية السريعة، بتنقل الميكروبات وبتنقلها أسرع شوية. فالمريض اللي عنده حساسية صدر أو عنده استعداد هو اللي بيصاب أسرع وأسرع، ولما بيشفى بيتأخر شفاءه شوية عن العادي، عن الإنسان العادي. فإحنا عندنا قاعدة ذهبية اللي هي الوقاية دايما خير من العلاج. طول ما احنا عاملين عوامل الوقاية اللي هنقولها هتقلل مش هتمنع الإصابة بمسببات الحساسية. طيب هل كل الأنواع الحساسية، أنا حضرتك ذكرت حساسية العين وحساسية الجلد، هل دي برضو بتتأثر بالتغيرات الجوية؟ حساسية العين طبعا بتتأثر بالأتربة والحاجات دي، وحساسية الجلد برضو في بعض الأحيان. إنما حساسية الجلد بأسباب أخرى، يعني أكل مثلا، أكل بالضبط كده، بعض الملابس جلد، بعض الملابس الملابس القطنيه احسن، ملابس الوبريه والحاجات دي والبطاطين والحاجات دي بتسبب امراض جلديه، حساسيه جلديه، بتسبب برضو حساسيه الصدر. يعني من اسباب حساسيه الصدر برضو الغبار اللي بيبقى موجود على البطاطين والاغلفه اللي عندنا. عشان كده بننصح دايما بالتهويه المنزل، العادات اللي احنا بطلناها دي، وباستخدام المكانس الكهربائيه في تنظيف الأغلفة للسرة والأرض والحاجات دي كلها، ننصح بيها إنها بتقلل الأتربة دي إنها تزيد وتسبب الأزمات الربوية أو كده. طيب دكتور، إن كان أصحاب الجيوب الأنفية أو حتى الحساسية، حساسية الصدر، في البعض منهم بيستسهل وبيستخدم كتير البخاخات اللي ممكن تكون بتساعده أكتر على التنفس بشكل أفضل أو أحسن، هل بالفعل استخدام الأنواع دي من البخاخات وما شابه ده صحي وسليم ولا لا؟ حضرتك أولا لازم ما حدش يستعمل أدوية من نفسه، لازم باستشارة الطبيب والطبيب المتخصص. يعني في الجهاز التنفسي العلوي، الأنف والأذن والحنجرة،
يبقى دكتور الانف والاذن والحنجره هو اللي بيقول استخدم البخاخه دي واستخدمها مدة قد ايه. احيانا بالفعل الدكتور كاتب عليها يا دكتور او وصفها بالفعل، بس بيبقى فكرة الافراط في استخدامها. هو الدكتور لازم اسأله استخدمها على طول ولا استخدمها وقت الانسداد الانفي او في فصول معينة. بالنسبة لنا احنا كاستشاريين اطباء صدر البخاخات بننصح باستخدامها بصفة مستمرة. والبخاخات على فكرة بالنسبة لنا احنا بالذات الصدر امنة جدا، هي عبارة عن طريقة حديثة وفعالة وسريعة لتوسع الشعب، لتوسيع الشعب الهوائي ولتناول العلاج. ما هو العلاج ليه طرق كتير، باخده بالحقن او اخده شراب او اخده اقراص. البخاخة بتعمل ايه؟ البخاخة بتنزل على الجهاز التنفسي من فوق مباشرة ما بتروحش اجهزة تانية. اي شراب او اقراص بتروح المعدة، ممكن اللي عنده تعب في المعدة يتعب، يمتصها الامعاء والمعده وتنشرها بقى الجسم الكبد، حد عنده مشكله ممكن تنتشر. لكن البخاخات امتصاصها عن طريق جهاز تنفسي اقل ما يمكن لاجزاء الجسم، وسريعه زي ما حضرتك بتقول، يعني مباشره بتحل المشكله. وفي بعض الاطفال وفي بعض الناس بتشفي من الحساسيه اللي احنا بنقول عليها انها حساسيه. بس يقال يا دكتور يعني من الاقوال الشائعه عن البخاخات او حتى القطرات، الاقوال الشائعه اللي تعباني انا بصراحه اقول لحضرتك في بالنسبه مثلا الناس اللي بتستخدم قطرات الانف، في يقال ان استخدامها الكثير بيسبب شيء يشبه الادمان، انه مش هتبقى كويس من غير ما تستخدم قطرات الانف. مش بس ادمان، هي بتؤدي لانقباض الاوعيه الدمويه، وممكن تؤدي لانقباض الاوعيه الدمويه في الانف، وده مش كويس، بيعمل الاغشيه الانفيه يعمل لها مشكله. يعني ده غلط. نقط الانف يعني طبعا انا مش متخصص في الانف واذن، لكن طبعا النقط بصفه مستمره خطا. غير بقى بجانب نقط الانف حتى البخاخات ايضا، البخاخات في بعضها برضو يقال ان هي ما تستخدمش بصفه مستمرة. بتؤثر على اللي بيقال انها بتؤثر على الاحبال الصوتيه، او انها ليها سايد افكتس او ليها اثار جانبيه. طبعا وبخاخات الصدر ما كناش نستعملها صح، ولازم نعمل حاجه اسمها بعد استخدامها غرغره الحلق. مش مضمضه، غرغره يعني الميه، والميه عاديه جدا، غرغره بعد استخدام البخاخه. ولازم نرجع الميه في الحوض، ما نشربهاش، لان احنا لو شربناها يبقى بناخد البقايا بتاعه البخاخه وبننزلها في المعده، وده غير مطلوب، احنا مش عايزين ناكله في المعده. فاي حاجه لازم البخاخه الصدر بالذات لازم، عشان ما تعملش برضو اللي بتقولي عليه حضرتك البحه اللي في الصوت اللي بتحصل عند البعض، والتهاب الحلق او التهابات الفطريه. ساعات بيبقى في التهابات فطريه نتيجه ان البخاخات فيها كورتيزون، ودي حاجه ما تخوفش، حاجه ممتازه وعظيمه. كورتيزون بيعالج الحساسيه بانه ده التهاب وده مضاد للالتهاب، بس استخدمها الطريقه الصح وفي الوقت الصح. طيب بعض الاطفال الصغيرين اللي عندهم حساسيه صدر بنسمع كده من اهاليهم بيقولوا لما يكبر، وبعض الدكاتره كمان بيقولوا يعني لما يكبر هتروح الحساسيه دي وهيخف. ده صحيح. هل الموضوع ليه علاقه فعلا بالعمر؟ ده صحيح. في كتير اطفال بيتحسنوا جدا وبتروح منهم الحساسيه ما دام بيسمع كلام الطبيب المتخصص. طبيب متخصص ده مش لازم يبقى في العياده، ده ممكن يكون في مستشفى الصدر او في مستوصفات الصدر. انا بقول مستوصفات الصدر دي مستوصفات حكوميه مش مستوصفات خاصه، منتشره في كل احياء مصر. يعني احنا دلوقتي في مثلا السيده زينب فيها مستوصف صدر السيده زينب، شبرا في مستوصف صدر شبرا، والناس عارفه الاماكن دي. الحلميه في مستوصف صدر الحلميه او مركز صدر الخليفه. المطريه في مستوصف صدر المطريه، واسكندريه كده برضه. في كل حي في مستوصف صدر، والمستشفيات الصدر طبعا. دول اللي يقدروا يشيروا علينا او يرشدونا في موضوع حساسيه الصدر. والعلاج للاطفال يبتدي بدري جدا يستحسن، ومفيش مشكله في استخدام البخاخات خالص، بالعكس ده لازم نستخدم البخاخات بالنسبه للاطفال. وبخاخات الكورتيزون كمان. هل بعد فتره يا دكتور من استخدام البخاخات او ادويه الكحه او ايا كانت الادويه اللي بيصفها طبعا الطبيب لمريض الحساسيه، بعد فتره ممكن الادويه دي ما تبقاش مجديه بالنسبه له؟ هي دي نقطه مهمه جدا. هي الادويه البخاخات ما سمعناش عن حد حصل عنده انه البخاخه ما بقتش تجيب. هي اللي بيحصل انه هو بيستخدم البخاخه وجاله نزله شعبيه. لما يجيله نزله شعبيه طبعا تاثير البخاخه بيضعف، لان الممرات الهوائيه او الشعب الهوائيه بتبقى ضيقه بسبب الالتهاب،
فبيبقى التأثير البخاخة ضعيف، يقول لك أنا بطلتها مش عاملة حاجة. لا، أنت روح للطبيب المختص هيعالج النزلة الشعبية، هترجع البخاخة لقوتها تاني. وما فيش مانع من تغيير البخاخة برضو، والبخاخة الدكتور بيشوف المريض أي بخاخة أنسب ليه، الكبير في السن غير الطفل غير المتوسط العمر، المثقف الواعي قوي ممكن ليه طريقة للبخاخة، كل واحد وليه البخاخة والطبيب اللي يقدر يحدد. وفي مشكلة كبيرة في استعمال البخاخ، بعض الناس بتستخدم بخاخات مش في مصر بس، في العالم بره بيستخدموها غلط. ايه الطريقة الغلط يا دكتور؟ ازاي بيستخدموها غلط؟ يعني ممكن تتحكي طبعا، بعض الناس بيستخدموها زي سبراي تحت الدراع مثلا فاكرينها كده، بعض الناس يعني فعلا بيستخدموها كده، وبعض الناس بيستخدمها بدل الفم بيستخدمها في الانف. ايوه، وفي بعض الناس فاكرها بيروسول يعملها كده. لا، دي بخاخه ليها طريقه، في بخاخات بتبقى بتحط في الفم وبخرج نفسي الاول وبدوس وبشفط على صدري كويس، ده اللي يقدر يعمل. في بخاخات عباره عن كبسولات بتتحط وبتتم صحنها وبتضغط تقريبا وبتتشفط، ومسميها بخاخه برضو، وبنتاكد ان هي انتهت لانه كبسوله بتبقى شفافه وتبقى فضيت. فكل بخاخه وليها الطريقه بتاعتها، ولازم انا باكد على المريض انه يجيب البخاخه وياه عشان اشوفه بيستخدمها صح ولا لا. لو استخدمها صح طبعا في المستوصف مش في عيادتي يعني. ولازم طبعا تحت ارشادات الطبيب، ويفضل يتابع معاه، والمده الزمنيه المطلوبه بالظبط هيقلل الجرعه برضو، تكون تحت اشراف طبيب فعلا. هيتوقف تماما، بنبتدي بجرعه كبيره ساعات ونبتدي نقللها، او ساعات العكس بنرفعها على حسب الحاله. فيعني البخاخات دي انا بعمل دعايه للبخاخات، مهمه جدا ومفيده، ومش عايز الناس تبقى عندها زي ما بيقولوا الخوف الشنيع. هو بس الناس اللي عندهم جيوب انفيه بيختلط عليهم الامر، ففي انواع بخاخات كتيره قوي بالنسبه للمناخير، فكله بيستخدم اي انواع وخلاص. لا، ما يستخدمش الا اللي الدكتور يشوفه، الدكتور يقول عليه هو اللي يستخدمه. وبرضه بالنسبه لطبيب الصدر، اللي يقول عليه طبيب الصدر نلتزم بيه، وبلاش استشاره الصيدليه وانا بعت عندي كل واحد يقول لك انا عندي كتمه نفس جبت بخاخه. مش كل كتمه نفس او صعوبه في التنفس سببها الرئتين او الشعب، القلب ليه دور كبير، الوزن ساعات ليه دور، يعني الجهاز الهضمي ليه دور، مليان الجهاز الهضمي ممكن يبقى له دور. فكل واحد بيشتكي من صعوبه في التنفس لازم يستشير الطبيب. طيب السيدات الحوامل اللي بتعاني برضو من حساسيه الصدر، هل آمن ان هم يستخدموا البخاخات ولا لا؟ هل بروتوكول العلاج واحد ولا لا؟ هل ليهم بروتوكول مختلف؟ سؤال طبعا مهم جدا. سدات البخاخه زي ما قلنا في الاول انها اضرارها قليله جدا او تقريبا ما فيش، فبالنسبه للسيده الحامل استخدامها امن جدا لغايه فتره الولاده، يعني قرب الولاده الايه بنبطلها وبنستخدم، يعني بدل ما نستخدم بخاخات طويله المدى زي ما بنقول طويله المدى اللي هي بتستخدم مثلا مره كل 24 ساعه او مرتين كل 24 ساعه، بنستخدم بخاخات قصيره المدى. ليه بقى؟ لانه البخاخه بتعمل دورها عموما هو ارتخاء في العضلات بتاعه الشعب الهوائيه، ومش بس الشعب الهوائيه، كل العضلات، فده ممكن يعمل ارتخاء في عضلات الرحم نفسه. فلو حصل انه ارتخاء يحصل بعد الولاده، الرحم ما يرجعش ينقبض بالدرجه المطلوبه، لان دايما بعد الولاده الرحم بينقبض، وده اللي بيخلي ما يبقاش فيه نزيف بعد الولاده. فما نستخدمش البخاخات قبل الولاده مباشره ب 48 ساعه، بنستخدم بخاخات قصيره المدى. وتاثير مهم عندي جدا بالنسبه للام الحامل ان الاكسجين للبيبي يبقى للجنين، ولا تؤثر على الرضاعه برضه يا دكتور؟ لا تؤثر. وفي للجنين مهم ان الاكسجين بتاعه نسبته تبقى كويسه جدا، فده اهم من اي حاجه. فالبخاخه طبعا بتوسع الشعب الهوائيه للحامل، وبتخلي الاكسجين يصل بنسبه كويسه للجنين، وده مهم جدا جدا. طيب احنا ازاي بقى نعزز من جهاز المناعه لمواجهه تقلبات الطقس بالنسبه للاصحاء وكمان مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه؟ يعني طبعا مهم جدا زي ما قلنا الوقايه. بالنسبه لتغييرات الجو اليوميه اللي هي بتحصل اليومين دول، الصبح يبقى حر، المفروض ابقى لابس خفيف الصبح بس معايا جاكيت او حاجه، اخر النهار لو انا مراجع البس الجاكيت ده، او معايا جيليه او حاجه البسه. برضو ما نخففش، يعني ده مش وقت تخفيف الهدوم لسه، احنا دايما عندنا عددنا المصريين بعد شم النسيم، يعني دايما شم النسيم هو قرب، كل سنه وانتم طيبين حضرتك، يبقى تقريبا اسبوعين يعني 6-5 تقريبا تقريبا بعديها نبتدي نطلع الملابس الصيفي. اللي قلنا عليه ان هو
الصبح واحنا رايحين المدرسه نشرب كوبايه ميه، نفطر، لازم يبقى فيه وجبات متوازنه فيها كل العناصر الغذائيه لاطفالنا، لان دي اللي فيها اللي بتزود المناعه. في عندي فاكهه، في عندي بروتين زي فول، زي بيض، زي لحوم، زي ايه تاني، البان. اللبن مهم جدا على فكره. في نقطه مهمه، بعض الناس يقول لك ده عنده حساسيه ما يشربش لبن، ده عنده حساسيه ما ياكلش سمك، ده اقوال. الكلام ده مش دقيق. والصحيح ان كل واحد ليه حساسيه من حاجه مختلفه، وان احنا نحرم اطفالنا من حاجات مهمه، عناصر غذائيه مهمه جدا زي اللبن والبيض او السمك بدون ما يكون ده هو السبب للحساسيه، ده خطا كبير جدا. واحنا بنقول اللي عنده برد ما ياكلش بيض وسمك. كويس جدا. دي يعني ما اعرفش جايه منين. يعني انا في عز ما عندي برد بصراحه باكل سمك، لان بحب السمك جدا وما بيعملش اي حاجه. ما انا جربت والله يا دكتور ما حصلش اي حاجه برده. مش كده؟ وسايبه ايديكي كمان مش يعني. لا ما فيش حاجه اسمها كده، كل واحد ليه حساسيه. طب ازاي نعرفها؟ الام او الاب بيلاحظوا انه الطفل لما بياكل حاجه معينه بعدها ساعتين ولا حاجة بيزيد السعال بتاعه، بيزيد، بيجي صعوبة التنفس، يبقى ده يسبب. لكن العناصر، ولازم يجرب عنصر عنصر لوحده، يعني ما ياكلش بيض ولبن في نفس اليوم وهيعرف منين انه يسبب له الأزمة. فلازم يجرب. برضو يعني ما احنا بننصح دايما انه الأطعمة اللي فيها مواد حافظة دي نبعد عنها عموما، يعني حاجات البطاطس المقلية والحاجات دي اللي بتباع دي عليها مواد حافظة، والمياه الغازية بالنسبة لمرضى الحساسية بالذات يجب ان احنا نبتعد عنها. دي من في كمان اللقاحات مهمة جدا، لقاح الانفلونزا الموسمية ده مهم جدا بالذات بالنسبة لكبار السن والاطفال اللي عندهم نقص في المناعة او مرضى الحساسية. لقاح الانفلونزا بيتاخد دايما شهر 9 و10، وبيتاخد من سن 6 شهور. يعني 6 شهور الطفل ممكن ياخد لقاح الانفلونزا، واللقاح ده بيتاخد بالنسبه للطفل اللي ما خدوش قبل كده مرتين، اول مره منهم فتره شهر، ونفس جرعه الكبار. ولقاح الانفلونزا امن جدا وملوش اضرار جانبيه وما بيتعبش. يعني الشخص اللي بيتلقى اول مره لقاح الانفلونزا بياخده؟ لا مش كل واحد، الاطفال. الاطفال ليه؟ لان احنا ككبار ممكن يكون خدنا الانفلونزا فتعتبر زي خدنا لقاح. فانا باخد الاطفال الصغيرين لسه 6 شهور ل4 سنين مفروض ياخد جرعتين لو بياخدوا لاول مره، وبعد كده كل سنه ياخد جرعه واحده في نفس الوقت، بالذات الاطفال اللي عندهم حساسيه. فمهم جدا اللقاحات، مهم الملابس، ان احنا زي ما قلنا فيها يقول لك لا العوالبس، ايه العوالبس؟ على حسب درجه الحراره، الجو حار خفف، وياك حاجه جاهزه لو بالليل تقل، بالليل الجو برد تتقل مفيش مشكله. انما بتشتقل بقى بص الاقي 4 5 الدولاب كله لابسه، والدولاب تتعب على طول، وانت بتقلع ده تتعب على طول. نعم. ولما يجي يقلع الهدوم التقيله دي كلها يتعب على طول. ده هو لابسها بيتعب. ليه؟ لانه بيعرق من كتر الملابس. انا بكشف افضل اشيل طبقه ورا طبقه، وافتكر دايما عادل امام في الفيلم بتاع كان اسمه ايه، كان فيلم الارهاب والكباب، لما قعد يشيل غطا ورا غطا ورا غطا وفي الاخر ايه. فطبعا كفايه يا جماعه مفيش دولاب عندكم في البيت، فبيبقى فيه دولاب الحقيقه. فده بيعرق، والعرق يعمل ايه؟ يخلي اي شويه تيار هواء او غيره ممكن يسبب البرد اللي احنا بنقول عليه، اللي يبقى بعد كده التهاب في الحلق وغيره. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى صدر العباسيه سابقا. نشكرك يا فندم طبعا على كل يعني النصايح اللي حضرتك افدتنا بيها وافدت الساده المشاهدين. انا سعيد ان انتم تحتوا لي الفرصه طبعا ان اقدر اتكلم. متشرف بوجود حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. رسميا بكره الاثنين 15 ابريل ده موسم حصاد القمح هيبدا، توريد طبعا بقى للصوامع وفقا لقرار الحكومه. السنه دي هو السعر الاعلى لارداب القمح اللي وصل ل 2000 جنيه بعد ما كانت الحكومه حددته في بدايه الموسم ب 1600 جنيه. في كمان توجيهات من وزاره الزراعه برفع حاله الاستعداد القصوى للتيسير على المزارعين خلال عمليه الحصاد والتوريد. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك يا جمانة، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل شعب مصر بخير. صباح الخير يا استاذ شاذلي. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه لو حضرتك تعرفنا على استعدادات
الوزارة لاستقبال موسم حصاد القمح يا فندم؟ يعني الحقيقة احنا بدأنا موسم الخير اهو الحمد لله، جهد كبير كان مبذول خلال الفترة الماضية علشان يتم زراعة القمح بشكل ناجح ونقدم كل التسهيلات الممكنة للفلاح والمزارع المصري عشان يتم عملية الزراعة. بدأت بوضع سعر استرشادي، وكان هذا السعر كان أعلى سعر في الأعوام الماضية، كان 1600 جنيه، ثم الحمد لله بناء على توجيهات سمو الرئيس وتعليمات مجلس الوزراء تم رفع السعر ل 2000 جنيه، ده لسعر الأرداب بالنقاوة 23.5. طبعا ده أمر إيجابي جدا، ده محفز جدا للفلاح إنه يقوم بعملية التوريد، إن شاء الله يكون عمليات التوريد تتم بشكل سهل وبشكل سريع، وطبعا وفقا للضوابط اللي تم التنسيق بشأنها الفلاح بيصرف فلوسه خلال 48 ساعة من عملية التوريد، ونبدأ بقى من أول منتصف إبريل بدأ من يوم الاثنين إن شاء الله نستقبل كميات الأقماح في الصوامع المصرية علشان يبقى فيه بقى حفظ لهذه الأقماح لتتم استخدامها في الفترة المقبلة. طيب 1600 اللي هو السعر الاسترشادي ده مظبوط؟ لا تم رفع السعر، تم رفعه ل 2000، لكن ال 1600 على كل كان أعلى برضو من السنة اللي فاتت. طبعا احنا كنا السنة اللي فاتت كان السعر الاسترشادي كان 850، ولما تم عملية التوريد كان تم رفع السعر ل 1500. السنة دي احنا بدأنا بسعر استرشادي 1600، يعني أكتر من السعر العام الماضي، واللي هو حتى اللي تم التنفيذ بيه بعد كل الحوافز، وتم رفع السعر ل 2000 جنيه بحيث يكون في تحفيز جيد وتحفيز ايجابي وتحسين لدخل الفلاح والمزارع المصري. الحقيقه من دي الاولويه الاولى بالنسبه لنا في عمليه التسهيل. طيب دكتور يعني زي ما كنا بنقول في المقدمه انه في توجيهات من وزاره الزراعه برفع حالات الاستعداد القصوى للتيسير على المزارعين خلال عمليه التوريد. ايه يا فندم عمليات التسهيل او ايه اللي بيقدم للمزارعين للتسهيل على التوريد؟ احنا طبعا كان خلال فتره العيد تم تكثيف التواجد في الحقول ومع المزارعين، وطبعا متابعه مستمره. احنا بنتكلم على يعني نهايه فتره زراعه وبدايه فتره حصاد، تواجد شبه يومي ومتابعه مستمره. حتى في فتره الاجازه كان في تواجد يومي وكان في تنسيق مستمر وتواصل مستمر مع المزارعين، بنوفر لهم كل احتياجاتهم الحقيقه، وكان في جهد كبير لتوفير المستلزمات الزراعيه. احنا السنه دي كنا زارعين القمح وكنا موفرين تقاوي بنسبه 100% تقاوي معتمده، وده معناه ان الفلاح المصري اللي هيزرع بالتقاوي المعتمده ان شاء الله يكون يقدر يحقق زياده توصل لحوالي 2 اردب في الفدان، وده كان جهد كبير جدا ان احنا نقدر نوصل له، ان يبقى كل فلاح بيزرع مش بيستخدم القمح اللي كان باقي من زرعته الموسم الماضي، انما ياخد تقاوي جديده بمعتمده وبالتالي تساعده في تحسين انتاجيته. كمان كنا متابعين وفق الخريطه الصنفيه علشان نحافظ على انتاجيه القمح ونحافظ على ان يمنع الاصابات او ما يكونش في اصابات موجوده للاقماح المنزرعه مع المزارعين، وبالتالي الفلاح بيقلل من المصاريف اللي بيصرفها علشان عمليه المكافحه والاعمال الزراعيه، وفي نفس الوقت يحقق عائد اكبر من زياده الانتاج، وبالتالي ده كله ينعكس على تعظيم انتاجه. يعني خلينا اقول لحضرتك لو بنقول مثلا اردبين زياده للفدان نتيجه كل هذه الجهود، يبقى الفلاح حقق له في الفدان 4000 جنيه دخل اضافي مقارنه بالدخل السابق، وده في النهايه بينعكس على حياه افضل للفلاح والمزارع المصري، اضافه لان احنا كمان بنوفر او بنزود من حجم الانتاج الكلي، ان احنا بنشتغل على محورين كبار كنا بنشتغل عليهم خلال الفتره السابقه وفقا للمشروعات القوميه اللي كانت بتقوم بها الدوله، مشروعات لزياده المساحه المنشرعه، وبالتالي بنقدر نزرع مساحات اكبر، ولكن كمان كنا بنشتغل علشان نعظم انتاجيه الفدان، وبالتالي الفلاح يحقق اكبر انتاجيه ممكنه من الفدان في محصول القمح وفي مختلف المحاصيل. على سبيل المثال كنا من 10 سنين انتاجيه القمح كانت 10 او 12 اردب للفدان، النهارده بنتكلم في 20 اردب واحيانا 21 22 اردب للفدان كمتوسط، وبالتالي ده كله يحقق دخل افضل للفلاح ومزيد من التنميه ومزيد من تلبيه احتياجات المواطن. طيب احنا بنتوسع في زراعه القمح عشان نقلل كمان من الاستيراد، انتاج القمح السنه دي عامل ازاي مقارنه بالسنه اللي فاتت؟ يعني ان شاء الله احنا هنبدا موسم الحصاد باذن الله، هذا العام هيكون عام ايجابي جدا في عمليه زراعه القمح، شايفين اقبال كبير كان من المزارعين لزراعه القمح، وشايفين ايضا الالتزام بالتوصيات الزراعيه والعمل على تنفيذها بشكل جيد، سواء التنسيق بقى مع مدير المدريات ومع المزارعين ومع الجامعات الزراعيه، وبالتالي ان شاء الله يكون متوسطنا
يعني ان شاء الله هيكون من 18 ل 22 وباذن الله يعني يكون في مزيد من التطوير، وكمان هيكون في جهد في عمليات التوريد، وبالتالي الفلاح ياخد فلوسه بشكل جيد ان شاء الله. يعني ساعدنا ده في ان احنا نملا صوامعنا بقى المصريه، اللي الحقيقه الدوله اضافت كميات تخزينيه كبيره. احنا بنتكلم في قوه الصوامع التخزينيه بتوصل ل 3.5 مليون طن تقريبا، غير بعض الشغل والاماكن التخزين المفتوحه، وبالتالي ده كله ان شاء الله هيكون انعكاس ايجابي، وباذن الله هيكون عندنا الانتاج اللي يكفي لملء هذه الصوامع ان شاء الله. طيب بما ان حضرتك ذكرت يا دكتور دلوقتي انه تسهيل حصول المزارع على فلوسه، ازاي المزارع بيقدر يحصل على فلوسه خلال مده قد ايه؟ الفلاح بيستلم مستحقاته الماليه من الدوله خلال 48 ساعه حتى اقصى. ده امر ايجابي جدا، لان كان بعض الفلاحين يعني بيقولوا احنا محتاجين فلوس بشكل اسرع وكده. فاحنا النهارده بياخد الفلاح بيورد بيستلم فلوسه خلال 48 ساعه، وده يعني سرعه، يعني سرعه في تلبيه احتياجات المزارعين وتوفير مستحقاتهم، وده بينعكس على حماسهم ان هم كمان يقوموا بعمليه التوريد. الحاجه الثانيه ان احنا فاتحين التوريد لكل المزارعين، فبالتالي الفلاح او المزارع يقدر ياخد كميته على طول ويروح يوردها للصوامع بشكل مباشر، وبالتالي بيتجنب ان يكون في حلقات وسيطه في النص ممكن تؤثر على ربحيته او تاثر على دخله. وكمان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا عاملين تسعير هذا العام بسعر استثنائي اللي هو 2000 جنيه، وبالتالي ده ان شاء الله يكون محفز ويكون داعم لخدمه الفلاح المصري ولتحسين دخل الفلاح المصري. شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه، الف شكر لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر، هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد. نصبح لحضراتكم مره تانية وصباحكم زي الفل.